كلام بجد شد وجز خد وهات وهات وخد بص شوت عدي فوت لا ملعوبة حلوة ما تخافش على الأهل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ملك وكتابة حلقة النهاردة لقاء الخميس الحلقة 850 بيغيب عنا فيها زميلي الكبير المهندس عدل القيعي لظرف صحي طارئ وبسيط إن شاء الله ويوم الاثنين بإذن الله تعالى ينور ملك وكتابة الحلقة النهاردة الحقيقة جاية في توقيت مهم هي تتحدث عن الأهلي القيمة والهدف الأهلي القيمة والهدف لأنه الحقيقة القيمة الكبيرة للنادي الأهلي على كل الأصعدة مسألة لازم أن تستوقف كل واحد غيور على النادي الأهلي محب لهذا النادي بل في الأعم محب لهذا الوطن وغيور على صورته ومتطلع لنجاحاته الهدف لأنه انت السنة دي بتستهل موسم جديد اعتقد الموسم اللي فات البطولات اللي النادي الأهلي حققها والنجاحات اللي النادي الأهلي عملها هي إعجازية بكل معاني الكلمة إعجازية على المستوى الرياضي وبالتالي الهدف في الموسم الجديد صعب جدا صعب للغاية كمان لأنه انت محتاج تنشيط دوافع محتاج تعلي الحوافز عند اللعيبة محتاج ان في كل الالعاب الناس اللي حققت كل البطولات بتاعت الموسم اللي فات ازاي تقدر تبني على ده للموسم الجديد الفرق الرياضية كلها النادي الاهلي حرص على تدعيمها حرص على رفع كفاءة الافراد فيها وبالتالي بيتطلع للهدف الكبير نحو مزيد من البطولات في الموسم الجديد على صعيد كرة القدم الاهلي بعت فريقه الاول للنمسا في معسكر اعداد قوي وجاد الحقيقة كل اللي جاي من هناك مش بس ليالي الأنس في فيينا لا دي ليالي الجد والتعب والشقة والتركيز والهمة والنشاط في النمسا معسكر زي ما انتوا بتتابعوا من خلال شاشة قناة الأهلي للحياة اللي بتحطكم كلكم في النمسا لحظة بلحظة واللي النهاردة هنشوف كتير من التفاصيل في هذا المعسكر وحول أجواء الفريق في جزء مهم جدا والجزء الثاني من الحلقة هيكون معانا فيها بعد قليل اثنين من الكتاب الصحفيين الكبار الأستاذ نبيل عمر والناقد الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت الاثنين برضو هنقف معاهم على رؤى كتيرة حوالين الأهلي والاستعداد للموسم الجديد النادي الأهلي في حشد كل قوته لمعسكر النمسا الحقيقة مهتم جدا بهذه الترتيبات القوية قبل ضربة بداية قوية والضربة جاية قارية كمان يعني الأهلي هيستهل الموسم ببطولة بل أنه قبل السنة ما هتخلص 2023 هيكون الأهلي على موعد مع ثلاث تحديات كبيرة أقربها وأهمها يوم 15 سبتمبر هيكون مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية والأهلي بطل دوري الأبطال الاثنين على كاس السوبر المباراة هتبقى في استاد الملك فهد في مدينة الطائف بالسعودية وبالتالي دي أقرب مباراة وأقرب تحدي مهم جدا للنادي الأهلي أهمية التوقيت وأهمية الحدث وإزاي تقدر تنشط الدوافع بقوة عند اللعيبة ده اللي خلى الكابتن محمود الخطيب حرص على أنه يسافر لمعسكر الإعداد مش مألوف أبدا ومش معتاد أنه كابتن خطيب يسافر يحضر معسكر الإعداد للفريق لكنه مبارح سافر ويمكن قضى يوم في ألمانيا قابل خلالها السفير المصري في ألمانيا ووجه له الشكر وأهداه درع النادي الأهلي وعلم النادي الأهلي وشكره وتقديره على ما تبذله الخارجية المصرية ممثلة في السفير المصري في ألمانيا وبالتالي أيضا السفير المصري في النمسا الحقيقة الأهلي يلقى كل هذا الدعم من الخارجية المصرية وجه كابتن الخطيب الشكر للسيد السفير خالد جلال عبد الحميد سفير مصر في ألمانيا اللي حرص على استقباله بعد وصوله إلى العاصمة الألمانية والكابتن قضى فترات قصيرة أو ساعات قليلة في ألمانيا ثم سافر كانت رحلة علاجية بسيطة للاطمئنان على ظروفه الصحية عمل بعض الفحوصات والتحاليل الطبية بناء على توصية الطبيب المعالج ليه ثم انتقل أو سافر الكابتن الخطيب إلى النمسا علشان
النهارده يكون مع اللعيبه ومع الجهاز في معسكر الاعداد. ده ليه؟ هو شايف انه الموسم اللي جاي زي ما قلت لكم موسم شاق جدا، طويل قوي ومضغوط قوي، وفي تحديات كبيره. عشان كده اعتقد التجهيز والترتيب لهذا الموسم محتاج ترتيبات كتيره واوضاع مهمه جدا. تمرينة النهارده كان فيها حماس كتير بين اللعيبه في التراي ماتش. مستر مارسيل كولر عمل تقسيمه قويه جدا بين فرقتين من اللعيبه، واضح جدا كان الحماس كبير بين اللعيبه وكله بيتنافس على نيل ثقه الجهاز الفني ودخول الاهتمامات الرئيسيه والتشكيل الاساسي. اديكم شايفين ما شاء الله الكل يمكن في درجه حماسه عاليه جدا. الجهاز الفني كمان اطمن على الثلاثي العائد من الاصابه، اكرم توفيق وكريم فؤاد وايضا امام عاشور. الدكتور تامر ابو العينين طبيب الفريق كان اصطحابهم الى الخبير النمساوي دكتور كريستيان فينك، اللي اطمئن من خلاله الدكتور تامر ابو العينين رئيس الجهاز الطبي الجديد للفريق على حاله اللعيبه الثلاثه وعلى قدرتهم على الدخول مباشره في التدريبات البدنيه. يمكن بس كريم فؤاد اللي نصح انه يدخل بشكل تدريجي خفيف شويه علشان بعد ما هو راجع من جراحه الرباط الصليبي اللي اجراه. الدكتور تامر ابو العينين كشف الحقيقه عن استراتيجيته للموسم الجديد. ما انا بقول لكم هي المساله كلها جديد في جديد. وقال الدكتور ابو العينين ان انضمامه للجهاز الطبي في نادي عريق مثل النادي الاهلي ده شرف كبير ليه، وقال انه هيبذل كل جهده علشان يقدم افضل مردود طبي وعلمي للفريق باعتباره متخصص في جراحات العظام والطوارئ والكسور والطب الرياضي، درس في المانيا وعمل لديها في عدد من المستشفيات الحكوميه والجامعيه. وقال الدكتور ابو العينين انه تم اختياري للعمل في النادي الاهلي بترشيح من الجهاز الفني بقياده مارسيل كولر، وقال ان احنا بعد اجتماعات مطوله عملناها وصلنا الى صيغه مناسبه لاليه العمل وتم التنسيق في كافه الامور. وقال ان الاداره الطبيه في النادي بتضم عدد كبير من الافرع والتخصصات وهتضم اطباء متخصصين في الطب البشري والعلاج الطبيعي والتاهيل والطب النفسي والتغذيه. وخطه العمل بالنسبه للجهاز الطبي تتلخص في التعرف على الامكانات المتاحه ووضع خطه عاجله للتطوير في الافراد والاجهزه الطبيه ونظم العلاج. وقال انا ضيف جديد على النادي الاهلي، لكن شرف كبير ليا ان انا اتواجد في هذا النادي العريق وان انا اقوم باستكمال مسيره زملاء السابقين. وجه الشكر الدكتور تامر ابو العينين للدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق السابق اللي الحقيقه بذل مجهودات كبيره جدا وكان عنده تفاني كبير واخلاص في العمل. وقال الدكتور ابو العينين ان احنا هنبني على العمل اللي فات مع الفريق اللي موجود وتحقيق اضافات كتيره مهمه. قلت لكم انه التحديات بقول لكم ورا بعض. اديكم شايفين حاله اللعيبه وحاله الحماسه اللي هي فيها والتدريبات القويه، لكن عايز اقول لكم على حاجه، انه انت ما عندكش بس مباراه السوبر، لا انت بعدها على طول هتدخل في تحدي اكبر. دور السوبر الجديد اللي القرعه بتاعته هتتعمل في مقر الكاف في القاهره يوم السبت ان شاء الله. دي بطوله مهمه جدا، والاهلي دايما بيبحث عن الالقاب الجديده، دايما هو البيونير، هو الرائد. لما بتتعمل بطوله بيبقى من المهم جدا تاريخيا انه يكون اول لقب لاي بطوله النادي الاهلي حاز هذا اللقب. الدوري الجديد الافريقي كلكم تابعتوا انه الاتحاد الدولي لكره القدم هو اللي مهتم بهذه البطوله. ومارسيل كولر بدا يحط هذه البطوله في حساباته الخاصه بتركيز شديد، وبداوا يجمعوا معلومات كافيه عن الاربع فرق اللي محتمل الاهلي يلعب احداها في الدور الاول، لانه يوم السبت ان شاء الله تعالى القرعه هتتعمل، عندك اربعه في المستوى الاول على راسهم الاهلي ثم الوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز الجنوب افريقي، دول الاربعه اللي في المستوى الاول، في اربعه في المستوى الثاني من المؤكد ان الاهلي هيقابل واحد منهم، يا هيقابل سيمبا التنزاني يا مازيمبي الكونغولي يا انيمبا النيجيري او اتلتيكو دي لواندا الانغولي. دول الاربعه اللي في المستوى الثاني، القرعه هتتعمل على انه واحد من المستوى الف هيقابل حد من المستوى ب، وبعد كده الفائزين هيقابلوا بعض ثم
الوصول للنهائي. البطولة ديت هتلعب فيها لو وصلت للفاينل هتبقى لعبت 6 مباريات، هما 3 أدوار، دور الثمانية ثم قبل النهائي ثم النهائي، والمباريات كلها ذهاب وإياب. أي فرقة الأهلي هيواجهها في الدور الأول هيبقى مباراة الذهاب خارج القاهرة ومباراة العودة في القاهرة، يعني فرق المستوى الأول هتلعب الإياب في ملعبها. البطولة هتبدأ يوم 20 أكتوبر وهتستمر لغاية 12 أو 11 نوفمبر. ال 21 يوم دول كلهم أجندة أفريقية. الأهلي مش هيلعب أي ماتشات خلال الفترة دي. وأنا هنا بقول للأخوة اللي كان مضايقهم قوي إن الأهلي بتتأجلوا ماتشات، طب أهي هتتأجلوا ماتشات. ورونا هتعملوا إيه وهتقولوا إيه من دلوقتي. الاتحاد المصري عايز أو الرابطة المصرية عايزة تبدأ الدوري 15 16 17 سبتمبر، أم الاتحاد الأفريقي حاطط لك ماتش السوبر 15 سبتمبر؟ الأهلي واتحاد العاصمة في السعودية. يبقى مبدئيا الأسبوع الأول لو لعبت الدوري في أحد الأيام الثلاثة المقترحة بداية النصف الثاني من سبتمبر، يبقى أدي أول مباراة اتأجلت للأهلي. عشان الناس دي هتعد ويقول لك الأهلي بتتأجل له، وريني مش هتأجل له إزاي. ثم بقرار من الاتحاد الأفريقي إنه فترة الدوري الأفريقي للثمان فرق، الثمان فرق ممنوع انها تلعب ماتشات محليه في بلادها، واصلا مش هيبقى عنده فرصه لانه هو هيلعب المباريات الافريقيه مباراه كل 3 ايام، هتلعب 6 مباريات في 21 يوم. ورينا هتقدر تلعب محلي امتى وفين وازاي. وبالتالي التاجيل امر حتمي لمده 21 يوم. 21 يوم مش هيبقى عندك فرصه ان انت اصلا تلعب اي مباراه محليه، بل هتبقى دايما على سفر، تلعب وترجع وتسافر وتيجي وهكذا في 6 لقاءات باذن الله تعالى لو الاهلي وفق فيه بلوغ المباراه النهائيه. طبعا الجائزه كبيره، والبطوله دي يا جماعه بطوله الاتحاد الدولي بيجرب في افريقيا. فاكرين ان انتوا الدوشه اللي كان عايز يعملها دور السوبر الاوروبي وكان عايز يغير شكل المسابقه، لكن قوبل برفض شديد وما قدرش ينفذ الخطه بتاعته. الشركة الإيطالية اللي متعاقدة مع الفيفا، طب إيه رأيك يا فيفا ما تيجي نجرب في الكاف؟ الاتحاد الأفريقي ما عندوش علم على البطولة، مش إيده فيها بشكل أساسي، فقال لك هو بروتوكول مشترك ما بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي، ومن ثم طبعا الشركة الإيطالية الراعية. فدي اللجنة المنظمة المسؤولة عن تنظيم هذا الحدث الجديد، وعشان كده رصدين له جوائز كبيرة. أعتقد الجائزة للبطل 6 مليون دولار، ده رقم كبير جدا يضاعف من أهمية البطولة، وأيضا يخلق حوافز ودوافع جديدة لدى لعيبة الأهلي، وبالطبع طبعا لدى كل الفرق المشاركة. كل الناس هتبدأ تستعد بشكل كويس قوي، وده التعظيم بتاع الطموح. لأن أنت بقولك في خلال ال3 شهور دول اللي باقيين في السنة أنت عندك تحديات، هتلعب السوبر الأفريقي مع اتحاد العاصمة، ثم في أكتوبر كمان هتلعب دور السوبر الأفريقي أو الدوري الأفريقي الجديد، وقبل ما السنة تودع هتكون في ديسمبر كمان موجود في السعودية بقى في كأس العالم للأندية، وده التحدي الكبير. إذن 3 بطولات قارية ودولية عالية جدا أنت على موعد معاها في 3-4 شهور اللي باقيين من السنة. عشان كده كلام على تجهيز عدد كبير من اللعيبة، الكلام على ان انت محتاج اكبر عدد من فراغ، محدش بيلعب مباريات قد الاهلي، والناس اللي عمال تتكلم على الاهلي بيتأجلوا ييجوا يتفرجوا ويشوفوا حجم الماتشات اللي انت بتلعبها بشكل مضغوط قد ايه، وغيرك قاعد مريح بس فاضي ان هو يتكلم وينتقد ويوزع اي كلام في الهواء على اساس ان اصل الاهلي بيتأجلوا. ما هو بيتأجل له عشان عنده ارتباطات أكبر وتحديات أشرس. نتمنى إن شاء الله التوفيق للفريق بإذن الله. قلت لكم البطولة من 20 أكتوبر السوبر الأفريقي ل 11 نوفمبر، وهتبقى مباراة الافتتاح اللي اللجنة المنظمة هتحتفل بافتتاحها من خلال المباراة اللي هتتلعب في استاد دار السلام في تنزانيا. سيمبا التنزاني هيستضيف أحد الفرق من المستوى الأول. يعني بإذن الله ولو القرعة حطت الأهلي
في مواجهة سيمبا التنزاني، يبقى الأهلي هيفتتح البطولة من استاد دار السلام في تنزانيا في مواجهة سيمبا. أي فريق هيواجه سيمبا التنزاني حسب القرعة هيبقى ده حفل الافتتاح بتاع هذه البطولة يوم 20 أكتوبر إن شاء الله. المباريات زي ما قلت لكم كلها بنظام الذهاب والإياب. طيب الكلام ده هيستمر؟ لا، أنا بقول لكم هي تجربة أصلا. الفيفا بيجرب في الكاف، بيجرب في الأفارقة. بطولة دي بعد السنة ديت، بعديها على طول السنة اللي جاية هتبقى من 24 فريق، هيبقى ده الدوري الأفريقي الكبير، 24 فريق في الغالب هياخدها من التصنيف. السنة دي هو عامل نظام إنه مفيش دولة يبقى منها ناديين، ولو الاثنين هتاخد التصنيف الأعلى، يعني الأهلي هو الأول في التصنيف الأفريقي، لو الزمالك أو بيراميدز أو أي نادي مصري موجود قبل الثامن لا مش هيتاخد، هتعدي وتاخد اللي بعد منه وهكذا. يعني الوداد يحجب وجود الرجاء، الترجي يحجب وجود النجم الساحلي وهكذا. فبالتالي دول الثمانية بتوع هذه الدورة. الدورة الجاية 24 نادي، في الغالب هو ما أقرش لغاية دلوقتي قواعد الاختيار فيها إيه، لكن هتبقى وفقا للتصنيف المطلق، خد ال 24. وأنا هنا عايز أفكر بحاجة، الناس اللي اعترضت على التصنيف لما أعلن في الاتحاد الأفريقي، أنا بقول لكم على فكرة احنا عندنا أزمة فكرة عالية جدا جدا. يعني أنتوا اعترضتوا على تنظيم إزاي إن الكاف عمل التصنيف بتاعه، وبموجب تصنيف الكاف طلع الأهلي نادي القرن العشرين في أفريقيا. احتجوا واعترضوا ويفط ووزارة التموين ووصلت لأسام وحاجات كتيرة غريبة عجيبة ضد الواقع وضد المنطق وضد النظام اللي معمول بيه لغاية النهاردة. وانت لما هتقول السنة الجاية البطولة هتتعمل من 24 نادي، هتتعمل بقى على بطاقة التموين ولا هتتعمل على النادي الحقيقي ولا هتتعمل على أي نظام؟ هتتعمل على النظام اللي أعلن فيه 94. التصنيف اللي الاتحاد الأفريقي أعلنه في 94 وكان بموجب هذا التصنيف الأهلي على رأس التصنيف الأفريقي وقتها، وانتهى القرن والأهلي نادي القرن، ولا زال الأهلي في الصدارة حتى الآن. لكن أنا بقول لكم الناس اللي اشتكت وباكت واتكلمت كتير على التصنيف والستة والسبعة ومين أكبر من مين، يقولوا لنا دلوقتي رأيهم إيه والنظام اللي معمول بيه لغاية دلوقتي وكل الأندية شغالة بيه بما فيها الناس اللي معترضة رأيهم إيه؟ أهو السنة الجاية هيقول لك هتلعب 24 نادي حسب التصنيف ال 24 الأوائل، وفي الغالب ممكن تبقى التصنيف المطلق، يعني مش هتبقى فيه قواعد حاجزة ولا مانعة، لا هتقدر تقول إنه ممنوع ناديين من دولة واحدة، لا هيسمح ما دام قلت 24 نادي. وارد جدا إن أنت تلاقي من مصر الأهلي والزمالك، الأهلي وبيراميدز، وارد جدا إنك أنت تلاقي الرجاء والوداد أو الوداد والجيش الملكي حسب ما يكون التصنيف في نهاية هذا الموسم القاري. البطولة جوائزها زي ما قلت لكم انه وصفها الكاف عبر موقعه الرسمي ان دي جائزه او بطوله الجوائز الكبيره، 100 مليون دولار هيحصل الفائز فيها على 11.5 مليون دولار. انا قلت لكم 6، لا ده 11.5 مليون دولار. وبعد كده طبعا في الدوره الجايه في وجود ال 24 نادي البطوله جوائزها هتزيد. جوائز النسخه الاولى للبطوله هتبقى مختلفه. وفقا للتقارير مبلغ 25 مليون دولار مجموع جوائز المسابقة في النسخة الأولى، لأنها ستقام بدءا من مرحلة خروج المغلوب مباشرة. الفريق الفائز المرة دي هياخد 6 مليون دولار، اللي بعد كده هياخد 11.5 مليون دولار. فدي مسائل أعتقد بتنقل الكرة الأفريقية نقلة كبيرة جدا وبتحطها في مصاف البطولات الكبيرة. الكرة المصرية التطور بتاعها يا جماعة، يعني الكرة الأفريقية بتتقدم في مسابقاتها بهذا الشكل وبتحاول إن هي تجاري حتى التجارب الإقليمية. وشفنا الاتحاد الأفريقي وهو بيعمل بروتوكول مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، قال لك إن احنا ملاحظين إنه نجوم العالم الكبار بيتوافدوا على السعودية، فاحنا ليه لا؟ ما الكاف أولى بالمسألة والكاف يشارك الاتحاد السعودي التجربة الكبيرة بتاعته. وبالتالي كان الاتفاق على إقامة كأس السوبر
الافريقيه بين الاهلي بطل دوري الابطال واتحاد العاصمه الجزائري بطل الكونفدراليه في الطائف. ده في اطار برضه محاوله تنظيم البطوله الافريقيه. لكن الحقيقه الاتحاد الافريقي قل قوي عن الاول. خلينا نبقى صراحة، الاداء الاداري والتنظيمي للاتحاد الافريقي للاسف تراجع جدا، والارتباك اللي احنا موجودين فيه لغايه النهارده سببه الاتحاد الافريقي انه متاخر كتير باجنداته. لسه يا دوب من يومين ثلاثه اكتشف انه عنده تعارض هو اللي صنعه لما حط للاهلي مباراه اتحاد العاصمه يوم 15، نسي خالص انه حطت للاهلي مباراه ذهاب دور ال 32 لدوري الابطال اللي صعد له سان جورج الاثيوبي لمواجهه الاهلي 15 و16 برضه، فما بقاش عارف يعمل ايه. هي نفس الازمه والزنقه اللي فرضها على النادي الاهلي لما حط كاس الامم الافريقيه في الكاميرون في نفس توقيت كاس العالم للانديه، وده الفيفا وده الكاف. والاهلي وقتها لو كلكم فاكرين طبعا ازاي النادي الاهلي قدر يضحي بعدد كبير من لاعيبته الاساسيين اللي سابهم للمنتخب الوطني في الكاميرون ولعب كاس العالم للانديه في المباريات الاولى بدون هؤلاء اللاعبين الكبار الدوليين. ده كان بسبب ايه؟ بسبب هذه اللخبطه والارتباك اللي الاتحاد الافريقي فيه، وبقاله فتره اجنده الكاف لغايه دلوقتي مش منتظمه. بدليل اقول لكم على حاجه، بطوله الدوري الافريقي. طب انت بتقول ان السنه الجايه اهو هتلعب الدوري الافريقي من 24 نادي، طب دوري الابطال موقفه ايه؟ ما تلاقيش رد واضح. طب ايه المؤهل لكاس العالم للانديه؟ كاس العالم للانديه هي الاخرى برضه الاهلي السنه دي وهو هيلعبها في السعوديه. اذا كان الاهلي بيفتتح مع الاتحاد الافريقي النسخه الاولى من الدوري الافريقي الجديد، فالاهلي بيدشن مع الاتحاد الدولي النسخه الاخيره من كاس العالم للانديه بنظامها الحالي، لان البطوله اللي هتتلعب في السعوديه هي الدوره الاخيره في ديسمبر، هي الدوره الاخيره بالنظام الحالي اللي معمول بيه الست فرق بالاضافه للدوله او بطل الدوله المنظمه. ده اخر مره، بعد كده البطوله هتنتقل طبعا للنظام الجديد واقامتها من 32 نادي على غرار كاس العالم للمنتخبات. ده الوضع اللي هيكون جديد. فانت النهارده كل الاجندات بتتغير وكل البطولات بتتطور. اذا كان الاتحاد الافريقي عنده هذا الارتباك، الاتحاد المصري عنده هذا التغيب الكبير، عنده غياب كتير على الساحه التنظيميه. اكيد المساله فيها كتير من العوار وفيها كتير من اللخبطه. احنا هنطلع لفاصل، بعد الفاصل هنستقبل اتنين من ضيوفنا الكبار. انا قلت لكم سهل جدا تقول رأي لكن صعب جدا تمتلك رؤية، لكن ضيفينا الكبيرين الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ نبيل عمر والناقد الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتوت، كلاهما يملك الرأي والرؤية والكلام المهم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، رجعت لكم معانا اتنين من الكتاب الصحفيين الكبار. الحقيقه انا قلت لكم قبل الفاصل سهل جدا اي حد يقول راي، لكن صعب قوي ان حد يقدم رؤيه. لكن اللي على يميني وشمالي النهارده يملكان الراي والرؤيه. كاتب الصحفي الكبير الاستاذ نبيل عمر، يا اهلا وسهلا استاذ نبيل. اهلا بيك واهلا بكل الاهلاويه. وحشنا. وانت كمان وحشني جدا وكل القناه وحشاني والاهلاويه كلهم طبعا. الحمد لله على السلامه. والناقد الرياضي الكبير والمتميز الاستاذ عصام شلتوت، يا مساء الفل يا استاذ عصام. مساء الفل يا استاذ ابراهيم، منور. وطبعا استاذ نبيل منور وحاجه جميله. تلعب ليفت ولا تلعب رايت؟ والله بص، هي كلها كده رجليك الاثنين شغالين ومش قادرين برضو نلاحق، عمالين نصد من هنا ونصد من هنا. استاذ نبيل، الموسم صعب جدا، والاهلي يعني ممكن يكون عدد البطولات اللي اتحققت والنجاح اللي تم في الموسم اللي فات رفع مستوى الطموح عند الجمهور وزاد العبء عند الجماهير. في الحقيقه خلى المسؤوليه سواء على الجهاز الفني اولا ثم اللاعبين ثانيا، لان الجديد في كل الحدوته دي هو الجهاز الفني.
يعني هما نفس اللعيبه خدوا بطولات قبل كده، لكن المره دي لا ما خدوش، مش خدوا بطولات، خدوا كل البطولات. أيوة. يعني كل من اشتركوا فيها خدوه. يبقى العنصر المختلف هذه المره الجهاز الفني اللي موجود ده، جهاز كل البطولات. بما انه جهاز كل البطولات، كره القدم لا تعترف بالفريق الذي ياخذ كل البطولات طول الوقت. فهو بيواجه موقف، بيواجه منطق كره القدم نفسه. يعني جهاز الاهلي، الجهاز الفني الاهلي حاليا مش رايح يواجه الفرق التي تعمل حسابا للبطل وتحاول ان تنتصر على البطل او تعرقل البطل، لا ده بيواجه منطق كره القدم اللي هو الفريق الذي يحصل على كل البطولات. كيف هتقدر تعمل دي مره ثانيه ازاي؟ اللعيبه نفسهم جربوا انهم ياخدوا بطولات، جربوا هذه المره ان ياخذوا كل البطولات. فبقى عندهم الله الطعم نفسه اختلف. يعني باخد بطوله وبخسر بطوله، أي. باخد بطولتين وبخسر، مش مهم يعني، اديني الدنيا ماشي. لا ده انا لاول مره بذق طعم كل البطولات، يعني حطيت كل البطولات في كاس واحده وشربتها دفعه واحده. فطبعا ده بقى عبء اضافي عليه. عشان كده انا متابع المعسكر ومتابع ان كولر فاهم ده. يعني انا طبعا من المعجبين جدا بمارسيل كولر. على اولا مبدئيا هو نقل الاهلي نقله في علم التدريب والتنظيم جديده نوفي على الاهلي، وعلينا ان نعترف لهذا الرجل بهذا المستوى. نقل نقله ده. ففكره الاجهزه، انت تتفرج على تكوين الجهاز الفني للنادي الاهلي، تكوين مختلف خالص عن كل الانديه المصريه. هنيجي للتفصيله دي لان التفصيله مهمه. استاذ عصام، الموسم اللي جاي الاهلي في كل الالعاب، وزي ما قلنا حقق كل البطولات. ما دي مشكله استاذ نبيل اللي عرفها، بانه انت بتواجه يعني بتلعب مع المنطق. هي فعلا اكنك كده رحت للليفل بقى، مش الوحش، لا ده انت رحت الليفل الاله. يعني كده انت هتلعب الكمبيوتر. فيعني يصعب فهمها ويصعب تقدير الموقف، خاصه بعد ما السيد كولر اقر هو نفسه بانه المنطق هنا مختلف مع النادي الاهلي. في منطق مختلف، ان مفيش حاجه اسمها تتعادل وانت رقميا واخد البطوله بمسافه، لكن هو لا، منطق من الجماهير يبدو انه لم يعتده قبلا ولم يالفه، لكنه عجبه، واضح انه عجبه هنا. بس المؤسسه الحمراء، وعشان كده دايما والله بننشد المحافظه عليها، لان هي الحاجه اللي باقيه يعني زي ما هي السليمة الرياضية المصرية وواجهة حضارية. بس عايز ازود حاجة، واجهة حاجة مختلفة تغيز يعني. لما واخذ يعني حاجة تغيظ، قول ان حاجة تغيظ ده بالنسبة يعني. لمن لا يعي ولا يفهم ولا يريد ان يتعلم يا استاذ نبيل، لكن هي صحيح. القصة بالفعل انت كمان عمال متعريني طول الوقت، مش ممكن يعني عمال كل نخش كل ما كنت قاعد تجيب درجة نهائية يعني. طب عمال يعني انت بتديني فرصة تنفس يا اخي واخرتها. طب ما تيجي نروح على النمسا ونشوف وصول الكابتن محمود الخطيب لمعسكر الفريق عشان تشوفوا قد ايه في هذا الاهتمام بهذا المعسكر في التجهيز لهذا الموسم. دي لحظة الوصول، كابتن الخطيب جاي من ألمانيا رحلة علاجية خاطفة، عمل بعض التحاليل والفحوصات مع الطبيب المعالج، وشكر السفير المصري في النمسا السفير خالد جلال عبد الحميد. ثم زي ما حضراتكم شايفين وصوله إلى مقر إقامة ومعسكر الفريق في النمسا، ودي لحظة استقباله. وطبعا المسؤول القنصليه والسفاره المصريه في النمسا نائب السفير ورجال السفاره وبعض ابناء الجاليه المصريه اللي هتلاقيهم حوالين الاهلي في كل مكان. اي حته الاهلي هيروحها يا استاذ عصام الناس هتشم الريحه، كله هيروح الاهلي يا جماعه. فكره اهتمام الكابتن الخطيب بمعسكر الاعداد يا استاذ نبيل يكشف لك الى اي مدى ادراكه لصعوبه الموسم واهميه التجهيز ليه. طبعا لان انت بتبني، انت عارف انت بترمي الاساس وبترمي اللبنه الاولى. أيوة. وبتعمل كل ما سوف يرتفع عليه الصرح بعد ذلك. اذا كان ذلك جيدا وعظيما وممتازا، اذا انت عملت ما يسمى تهيئه مناخ
النجاح والتفوق. ايوه ما بقاش نجاح بس بقى نجاح وتفوق، لازم تعمل هذه. كابتن خالد بيبو في اول مهمه ليه بقى مدير للكره، مدير للكره. كابتن خطيب رايح علشان وكانه بيوريهم توقيعه على العهد اللي قاله لهم ان القادم صعب. ايوه لم نألف ابدا انه رئيس النادي الاهلي يذهب حيث معسكر للفريق حتى ولو على سبيل الزياره. الاهلي طول الوقت كل اداره ماشيه نفسها. ويمكن ده كنت عايز اقول الاستاذ نبيل لما قال انه كولر ينجح، لا ينجح كثيرا في منطقتنا كلها مش في مصر الا من ياتي لمؤسسه اسمها النادي الاهلي، لان كل الحاجات مهندله. هو هيلاقي فين كده يا جماعه؟ صحيح. لما الراجل يقول انه ما 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 معناه شيخ الاداريين الحياه المهندس سمير عدلي طبعا. يعني طبعا طبعا ربنا يديله الصحه. يقول انه لما علم ان هناك نجم كره هو رئيس النادي فيشبه ده ببيكنباور، انه ده هناك تفاهميه رفعت الكثير من اسهم البايرن اللي هو كده كده كان بايرن. أيه. وبالتالي دي عملت له وجهه تخليه يألف المكان وتجربه هو بيقول انه عايزها. فالكابتن لما يروح بعد زياره خاطفه للعلاج او للاطمئنان، ربنا يا رب يكتب له السلامه دايما في المانيا، لا الحاله كده بتؤكد اللي حضرتك قلته يا استاذ نبيل، ان اللعيبه والجهاز عارفين ان اللي جاي صعوبته في اللي حضراتكم انت وسوبريم قلتوه، انه بعدين في حكايه الدرجات النهائيه دي اذا كان الراجل اللي ماسك المنتخب زعلان عامل زي الحته بتاع الفيلم بتاع ريتشارد قلب الاسد، يقولون انه ياكل درعا على العشاء ياكل كاسا على الغذاء. يا عم طب يعمل لك ايه؟ ما يعني في ايه؟ واضح انه كلنا بشر برضه حتى لو خواجات، فواضح انه في حاله جوه. وبعدين بقى كل شويه الناس دي تكسب والناس دي ما تكسبش، فاللي مش قادر يلاحق هذا العمل وهذا الجهد الجبار، كل عضو معاه ملف في المجلس، كل حد متسكن في اداره في كل الالعاب. لسه الاستاذ ابراهيم بيقول لما يبقى عندك كل هذه الالعاب وبتقومها على احدث موديل، اذا يعني نقطتين جنب بعض يا جماعه ده الاهلي بس. الموضوع سهل جدا، مش اكتشاف وهواش اثر قديم، لا بالعكس هي مؤسسه نموذجيه بتمد نفسها بعضها البعض. مال بقى الاهلي ومال الذي لا يستطيع ان يلاحق ده ويقول لك انت لما تاخد الدوري سنتين لازم تاخد الرعاه ازاي وانت اصلا ده تراكم وجماهيريه وحاجات بتتباع وزبون بالبلدي عاوز ينشر منتجه، ها ايا ما يكون، هو ماكول مشروب مصنوع عايز ينشره مع اكبر عدد من الجماهير مع اداره تحترم تعاقداتها. يعني ما يجيش بكره ليستر سيتي لما خد الدوري البريمير ليج خد اعلى حاجه، خد اعلى حاجه. لسه سامع ابراهيم قال طب ما اسوان بتاخد 4 مليون يعني، وبعدين انت بتقارن ايه بايه؟ طب ما هو انت لو عملت كده واضح ان الكابتن خطيب مع مارسيل كولر وكابتن خالد بيبو والدكتور خالد الجواد المترجم دي القعده المهمه. ده انا اقول لك حاجه، فكره المؤسسه هنا هو طبعا هو تاريخ الاهلي يحميه. ايوه بمعنى يعني فكره ان تاريخ الاهلي يحميه ده عباره جيده وحقيقيه. بمعنى ايه؟ ان في تراكم المؤسسي ومن التقاليد المؤسسيه اللي اتبنيت عليها هذه المؤسسه فبدات تعمل اوتوماتيك. صحيح. هنا بقى يضيف عليها شخصيه الرئيس، يضيف عليها اللمسه الاخيره التي تجعل النجاح تفوقا عارما او كاسحا او نجاحا فقط، لكن ما فيش اقل من نجاح، ما فيش اقل من درجه النجاح. ايوه لكن هو بقى ايه، انا بنتكلم على التفوق التميز ده. هنا بقى بيجي شخصيه من يقود هذه المؤسسه ايا كان بيطفي عليها. واحنا في تاريخ المؤسسه شخصيات لامعه كثيره جدا، يعني الخطيب ماشى على دربها وده مخلي يعني هذا الرونق اللي موجود في مؤسسة. لكن هنا فكرة أن مؤسسة تعمل بالمنطق العلمي وبكل الأساليب الإدارية الحديثة، ده على فكرة ده اللي عامل الأزمة لكل المنظومة الرياضية الأخرى. لأن المنظومة الرياضية أنا آسف كلها بقى بلا استثناء لا تعترف بالعلم ولا تعترف بالعمل المؤسسي، تعترف بعدة المصاطب، بالخواطر، بالمجاملات، بالتوازنات. يعني
بحسابات مصالح ضيقة. يعني ما في فكرة المصلحة العامة تكاد تكون. طيب نطلع على النمسا ومعانا من هناك الزميل فاروق صلاح موفد قناة الأهلي في معسكر الإعداد عشان يحطنا في الصورة بكل تفاصيلها. مساء الخير يا فاروق. برحب بيك أستاذنا الكبير أستاذ إبراهيم المنيسي، وبرحب بالأساتذة العظام أستاذ نبيل عمر والأستاذ عصام شلتوت، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. أخبار ليالي الأنس في فيينا إيه؟ ليالي الأنس في فيينا ممتعة جدا بصراحة أستاذ إبراهيم، يعني اختيار موفق جدا من النادي الأهلي لهذا المعسكر ومكانه وتوقيته. الكلام اللي الواحد لمسه من اللاعبين من الأحاديث، يعني بتقدر تقول كده اللعيبة بتقول فعلا المعسكر ده جه في وقته. اختيار المكان ده اختيار موفق جدا 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 من مسؤول النادي الأهلي، والسرعة في إنهاء الإجراءات أمر طبعا بيحسب ليه مسؤول النادي الأهلي ولإدارة النادي الأهلي. كابتن خطيب واضح زي ما تابعنا لسه واصل حالا عندكم، قول لنا الحالة إيه من الناحية فترة التدريبات اللي فاتت واللي جاي إيه، وحالة اللعيبة بالتفاصيل الكاملة اللي عندك يا فاروق. يعني خليني اقول لك بالفعل يا استاذ ابراهيم، يعني منذ دقائق كان وصول الكابتن محمود الخطيب الى مقر اقامه الفريق هنا في باد تيتز مندورف اللي بتبعد عن فيينا بساعه ونصف. كان وصول الكابتن الخطيب الى مطار فيينا كان في استقبال الكابتن محمود الخطيب وفد من مسؤول السفاره المصريه ممثل في معالي المستشار خالد المنشاوي نائب معالي السفير محمد الملا، وأيضا الأستاذ محمد البحيري القنصل العام للسفارة المصرية هنا في النمسا. كان حضور الكابتن الخطيب إلى المقر الإقامة طبعا يعني استقبله طبعا الكابتن خالد بيبو ومستر كولر، وفي هذه الأثناء بيعقد جلسة الكابتن الخطيب مع مستر كولر والكابتن خالد بيبو طبعا للحديث بقى عن الأيام اللي فاتت والفترة القادمة. ده الشق الخاص بوصول الكابتن محمود الخطيب. طبعا الامور الفنيه او الامور بقى التدريبيه الخاصه بالفريق، خليني اقول لك ان الفريق طبعا النهارده كان خاض تدريب صباحي لمده يعني 45 دقيقه مستر كولر، يعني ده تدريب يعني تقدر تقول تدريب خفيف شويه، لكن هو بعد نهايه المران يعني ادى وقت كتير جدا ل يعني الجانب التخصصي. وخليني يعني انوه لنقطه مهمه جدا يا استاذ ابراهيم، طبعا النادي الاهلي مؤخرا كان انضم للجهاز الفني الارجنتيني كارلوس، وده مطور الاداء ومكتشف المواهب، ومستر يعني كولر يعني طلب يعني او ضم مستر كارلوس لي طبعا لتطوير النواحي الهجوميه الخاصه ببعض اللاعبين، وايضا تطوير النواحي الخاصه باللاعبين الناشئين سواء زعلوك رأفت خليل او اللاعب معتز محمد. اللي احنا شفناه من التدريب ده يا استاذ ابراهيم ان مستر كارلوس بيشتغل مع اللعيب اللي بيلعب بالقدم اليسرى زي رأفت خليل بيشتغل معاه انه يلعب بالقدم اليمنى، لعيب زي زعلوك بيحاول ان هو يطور من الفينش بتاعه على المرمى، خالد عبد الفتاح بيلعب بالقدم اليمنى قدر ان هو يعني يشتغل معاه انه يلعب بالقدم اليسرى. لكن يعني تقدر تقول الانطباع ده مهم جدا بالنسبه للاعبين، اللعيبه يعني فارق معاها هذا الامر. يعني مستر كارلوس قال اللعيب اللي بيلعب في النادي الاهلي لازم يكون لعيب متكامل سواء من الناحيه الخططيه او من الناحيه التكتيكيه، انه يلعب برجليه الاثنين، يلعب باليد كويس. اشتغل شاف ان يعني مستر كولر شاف ان دي موهبه عند اللاعب معتز محمد، وبالتالي بيشتغل معاه مستر كارلوس على تطوير واستغلاله في ضربات الرأس. ثم طبعا بعد انتهاء هذا المران كان في مباراة ما بين يعني فريقين من لاعبي النادي الأهلي، ومستر كولر فرض عليها الطابع الرسمي، كان موجود طاقم حكام من النمسا لإدارة هذه المباراة. فريق كان باللون الأحمر الزي الرسمي للنادي الأهلي، وفريق كان باللون الأسود. عايز أقول لك يا أستاذ إبراهيم بصراحة يعني الرداء اللي بيرتديه النادي الاهلي يعني خطف الجميع في هنا في النمسا، يعني في منتهى الشياكه بصراحه قميص النادي الاهلي. تقدر تقول التشكيل الفريق الاحمر كان طبعا الكابتن محمد الشناوي، وكان اثنين مساكين رامي ربيعه وياسر ابراهيم وعلي معلول ومحمد فخري.
في نص الملعب كان بيلعب اليو ديانج واحمد نبيل كوكا، قدامهم كان رضا سليم وكان رضا سليم وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات، وراس الحربه كان كهربا. الفريق الثاني طبعا كان مصطفى شوبير، وكان قدامه ثنائيه محمد عبد المنعم ومحمود متولي، واللاعب محمد هاني في الجانب الايمن، والجانب الايسر كريم الدبيس. نص الملعب كريم نيدفيد، يعني الواحد كان مبسوط من الاداء اللي ظهر عليه كريم نيدفيد ومروان عطيه، قدامهم كان قفشه وكريستو وصلاح محسن. عايز اقول لك ان الاجواء اللي الواحد شافها، الحماس اللي عند اللاعبين، يعني الامر ده هيضع مستر كولر في حيره من امره. التنافس ما بين اللاعبين على المراكز، طبعا المباراة كانت انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. كان تقدم للفريق الأحمر حسين الشحات في شوط اللقاء الأول، وأهدر أو يعني بمعنى صحيح مصطفى شوبير كان تصدى لركلة جزاء من علي معلول في شوط اللقاء الثاني، وأدرك صلاح محسن هدف التعادل للفريق اللي كان يرتدي القمصان السوداء عشان تنتهي المباراة بنتيجة 1. زي ما قلت لحضرتك اجواء اللاعبين، الحماس اللي عند اللاعبين. عايز اقول لك ان رضا سليم واحد من اللعيبه اللي خلاص اندمج مع النادي الاهلي، واتوقع انه يكون واحد من الصفقات الرابحه جدا للنادي الاهلي هذا الموسم. كريم نيدفيد والحاله اللي كان عليها طاهر محمد طاهر، وظهر بمستوى اكثر من متميز. يعني بالمناسبه طاهر طبعا مع استمرار اداء الكابتن محمد الشناوي لاعبي خط الدفاع، سواء محمود متولي اللي اطمنا عليه طبعا، يعني اول مره متولي يلعب مباراه من بعد الاصابه في الفترة الأخيرة، أغلب العناصر أستاذ إبراهيم يعني ظهرت بمستوى متميز جدا. يعني ده إن دل هيدل إن شاء الله إن المعسكر ده هيكون مردوده بشكل متميز جدا على النادي الأهلي في الموسم القادم. ده كلام مهم جدا يا فاروق. الثلاثي اللي كان الدكتور أبو العينين راح بيهم للطبيب، أخبرهم إذا كان كريم أو أكرم أو إمام عاشور؟ يعني برضو نقطة مهمة جدا، وخلينا أقولها من خلال حضرتك حصريا، إن اللعيبة عاقب عودتهم مباشرة مستر كولر يعني أصر لعيبة تكمل وتأدي تدريبها. لكن خلينا ناخد النقطة من البداية. بالفعل كان تم عرض اللاعبين بالأمس على كريستيان فينك الطبيب النمساوي اللي أجرى جراحة الرباط الصليبي سواء لكريم فهد أو أكرم توفيق، وأيضا يعني اطمن على اللاعب إمام عاشور. خلينا أقول لك طبعا يعني تم الأحاديث و الفيديو كونفرنس بينه وبين الدكتور تامر ابو العينين، وبالمناسبه كان بصحبه الثلاث لاعبين الدكتور محمد وفائي. عايز اقول لحضرتك ان لو في مباراه من بكره باذن الله اللعيبه جاهزه للمشاركه، مستر فينك ادى خلاص الابروف للدكتور تامر ابو العينين ان اللعيبه جاهزه للمشاركه. يتبقى طبعا الامر بيخضع للرؤيه الفنيه لمستر كولر والجاهزيه البدنيه للاعبين. اللعيبه طبعا جت كان الامر ده بالامس، ونظرا لان مستر فينك اصر ان يعني يعمل اكتر من فحص اللاعبين، فتم تاخير اللاعبين لساعات متاخره، وبالتالي فضل اللاعبين او يعني قرر الكابتن خالد بيبو ومسؤولي النادي الاهلي بقاء اللاعبين يوم زياده في المكان اللي بيبعد هنا عن مقر اقامه النادي الاهلي بثلاث ساعات. وبالمناسبه اللعيبه اللي يعني استقلت الطيران الداخلي في النمسا، ثم عاد اللاعبين في الصباح اليوم بعد الاطمئنان الكامل. يعني انا باكد لحضرتك لو في مباراه غدا باذن الله اللعيبه تكون جاهزه للمشاركه، الامر بيخضع طبعا للرؤيه الفنيه لمستر كولر والجاهزيه البدنيه. عقب عودتهم سريعا دخل اللاعبين وادوا تدريب واستكملوا تدريبهم طبعا منفردا امام عاشور واكرم توفيق وكريم فؤاد. فانباء مبشره جدا يا استاذ ابراهيم. طبعا يعني حضرتك اكيد تابعت الكلام الكتير جدا اللي بيثار على وسائل التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا الخاص باصابات اللاعبين. الكلام ده غير صحيح بالمره، وزي ما بنتكلم الامور طبعا من خلال حضرتك ومن خلال قناه النادي الاهلي، النادي الاهلي الحمد لله خالي من الاصابات. يتبقى اصابه فقط الكابتن عمرو السوليه اللي يعني ماشي في البرنامج التاهيلي، زي ما يعني بلغنا الدكتور تامر ابو العينين ان الامور بالنسبه لعمرو السوليه يعني امور ممتازه جدا خلال الفتره القادمه. النهارده بدا بالجري حوالين الملعب بالمناسبه، خلال الفتره القادمه يبدا ياخد اجزاء في الجانب البدني واجزاء من المران الاجتماعي من المران الجماعي. ايضا بطمنك على خالد عبد الفتاح اللي خلاص يعني اصبح جاهز للمشاركه، طبعا شارك في التدريبات الفتره الاخيره بصوره وبشكل جماعي، فتقدر تقول يعني الحمد لله الحمد لله، ربنا يكملها على خير ونخرج من هذا المعسكر بدون اصابات. امام عاشور ودرجه بقى انسجامه في المعسكر
اخبارها ايه يا فاروق؟ يعني خليني اقول لك يا استاذ ابراهيم في هذا الامر كهربا ليه دور كبير جدا، يعني كهربا ليه دور كبير جدا. سريعا دخل في الاجواء امام، ما تحسوش خلاص غريب على لعيب النادي الاهلي. طبعا في بعض الالعاب الترفيهيه اللي بيعملها اللاعبين هنا في او التحديات اللي بتكون بين اللاعبين، طبعا بتشوفنا امام عاشور مع كهربا مع قفشه مع مروان عطيه. بص يا استاذ ابراهيم، يعني نقطة مهمة جدا، النادي الاهلي كبير قوي، اي فرد بيدخل داخل منظومة النادي الاهلي انا ببص، يعني احنا طول الوقت بنشوف اللاعبين بنتابع اللاعبين، سلوك او علاقة التعامل ما بين اللاعب الناشئ الاصغر لاعب في المعسكر سواء زعلوك او معتز محمد مع الكابتن محمد الشناوي بحجم وقيمة الشناوي معلول، لا النادي الاهلي مختلف، النادي الاهلي في حتة تانية. امام عاشور جلساته مع اللاعبين يعني الامور الترفيهية، وبمناسبة ان احنا بنتكلم على هذا الامر خليني اقول لك برضو ان في بعض اللي يعني التحديات، في بطوله معموله للبلاي ستيشن ما بين اللاعبين، طاهر محمد طاهر في حته تانية في الموضوع ده، يعني اتوقع ان خلاص هتبقى في مباراه نهائيه. طبعا اللعيبه اللعيبه يا استاذ ابراهيم عامله دوره يعني ما بين اللاعبين، يعني تقدر تقول ان اقرب اثنين للنهايه يكون طاهر محمد طاهر وصلاح محسن. بالمناسبة يعني طاهر كان فاز على الكابتن رامي ربيعة 5-0، وعمرو السولية كان خرج محمد فخري 4-1، أيضا كريستو كان خرج تيتسيان اندويا مخطط الأحمال. طبعا إلى جانب بعض بقى الألعاب اللي هي التنس الطاولة والبنج، طبعا بيتفوق فيها ياسين المكاري وأحمد عبد القادر. الجو هنا ممتع بصراحة كمان يا أستاذ إبراهيم، يعني الجو سواء داخل المعسكر أو الجو العام بالنسبة في فيينا، يعني تقدر تقول الأربع فصول بتوع السنة بتشوفهم في يوم واحد. الشمس صباحا بيبقى يعني في مشهد وشكل مبهج جدا، ثم سقوط الامطار بتبقى امطار خفيفه مع لسع برد شويه، لكن اجواء يعني بتحمس اللعيبه اكتر، بنشوف مردودها على اللاعبين، يعني الحماس اللي عند اللاعبين. مستر كولر يتكلم مع اللاعبين عايزين نحافظ ونخاف على بعض، لكن الاجواء بصفه عامه هنا في النمسا ممتعه جدا بصراحه استاذ ابراهيم. يعني احنا مفتقدين حضرتك، مفتقدين الاستاذ نبيل عمر، الاستاذ عصام شلتوت، كنا طبعا هنستمتع بليالي الأنس هنا في فيينا. لا استمتع بالسؤال من الأستاذ عصام بقى يا فاروق. وبس طبعا أنت قلت حاجة مهمة، لكن الأهلوية الحمد لله يعني موضوع السوشيال واللي بيحصل ده، حتى الألعاب الترفيهية كانوا بيقولوا عليها حاجات تانية معرفش إزاي. يعني الراجل كارلوس واضح إن ليه مهمة خاصة، جمهور سألنا كذا مرة عشان اتكلمنا في العناوين العامة إن هو راجل تخصصي أو هو الأقرب ليه تنفيذ بعض الرؤى بتاعت الكوتش، ودي برضو من الحاجات اللي عايزين نوصلها للجمهور، انه زي ما قال ابراهيم وسنبيل وعادة الاهلي انه الجهاز بيكتمل بصورة عالمية، يعني زي الاهلي زي كل الفرق من حيث العدد والتخصصات. السيد كارلوس ماذا يقدم على مدار اليوم التدريبي؟ استاذ عصام يعني خليني احيي حضرتك واشيد حضرتك بشكر حضرتك جدا على النقطه اللي اثرتها، لان هي نقطه مهمه جدا ولازم نوضحها. مستر كارلوس هو وظيفته مطور اداء ومكتشف المواهب. خليني بقى اجيب القصه من البدايه. مستر كولر بيرتقي ان في لعيبه في قطاع الناشئين في النادي الاهلي ولعيبه الصغيره، يعني قال او تحدث في هذا الامر، ليه الداعي ان انا اروح اشتري لعيب بمبلغ كبير من بره مقابل ان انا اقدر اصنع لاعب يكون مستقبل لي النادي الاهلي والكره المصريه. ارتقى في اللاعبين زي محمد زعلوك ومعتز محمد ورأفت خليل انهم يكونوا مستقبل لي النادي الاهلي سواء في مركز خط الهجوم او مركز خط الدفاع، ومخصص مستر كارلوس للتعامل مع هؤلاء اللاعبين في تطوير النواحي. طبعا بالنسبه لزعلوك تطوير النواحي الهجوميه، بعد التمرين بيبقى مستر كارلوس موجود مع زعلوك، موجود مع معتز محمد، مع رأفت خليل. رأفت خليل بالمناسبه هو كان لاعب في قطاع الناشئين في النادي الاهلي بيلعب ظهير ايسر، يعني بيلعب بالقدم اليسرى. مستر كولر ارتقى ان هو يوظفه في الجناح المهاجم،
اللاعب دايما بيلعب بقدمه اليسرى. مستر كارلوس بيشتغل معاه دلوقتي ان هو يلعب بالقدمين، القدم اليمنى والقدم اليسرى. زعلوك شاف وتابع اتفرج على ماتشات من الماتشات الناشئين، شاف ان زعلوك محتاج يشتغل شويه على الفينش بتاعه في امام المرمى. مخصص مستر كارلوس لزعلوك ان هو يطور عنده النواحي الانهاء الهجمه. ايضا بالنسبه لمعتز، شاف ان معتز لعيب بيتفوق في ضربات الراس، واتفرج على مبارياته في قطاع الناشئين قال ليه ما استغلش هذا اللاعب وطور هذه الموهبه اللي عنده. الى جانب تم اضافه بعض اللاعبين بقى، تشوف خالد عبد الفتاح النهارده موجود مع مستر كارلوس بيشتغل على القدم اليمنى بالنسبه لخالد عبد الفتاح، بيشتغل على القدم اليسرى معذره لخالد عبد الفتاح، علشان خالد عبد الفتاح مستر كولر قال له ان ده لاعب انا اوقات كتير جدا بحتاجه انه يلعب ظهير ايسر، فبالتالي انا محتاجه يكون عنده اجاده تامه للقدم اليسرى. فبعض اللعيبه اللي بتلعب في اكثر من مركز بالنسبه لمستر مارسيل كولر بيشتغل عليها مستر كارلوس علشان يطور معاهم النواحي القططيه الخاصه بالمركز، وايضا اجاده اللعب بكلا القدمين، وايضا اجاده اللعب بضربات الراس. ده كلام مهم جدا، لانه واضح انه مستر كارلوس دوره في الاساس تطوير الاداء واكتشاف النواقص وسد هذه الجوانب في التدريبات التخصصيه. لكنه رضا سليم بدا ينسجم بشكل اساسي واضح استاذ ابراهيم، يعني من اللي احنا لامسينه وشايفينه من اول تدريب، يعني انا بقولها يعني من خلال حضرتك، وانا يعني بقولها بكل صراحه، من اللي احنا شايفينه ولامسينه من ادائه النهارده، اتوقع ان رضا واحد من اهم الصفقات اللي النادي الاهلي ابرمها مؤخرا. اللعيب ده سريعا دخل في اجواء النادي الاهلي، دور كبير جدا طبعا لعلي معلول وكريستو والكابتن محمد الشناوي. كابتن الشناوي دايما بلاقيه بيتكلم مع رضا سليم، انت موجود معانا، احنا اخواتك، احنا انت موجود جوه النادي الاهلي. رضا سليم دايما في جلساته في قعداته بيبقى موجود طبعا مع كريستو مع علي معلول. رضا سليم تقدر تقول لعيب يعني لا بيبان من لمسته، الجواب بيبان من عنوانه. رضا سليم في الكروسات العرضيه اللي بيعملها، الضربات الثابته اللي بيوجدها، انسجامه مع اللاعبين، تحركاته من غير كره، اعتقد يعني بتبشر وبنقول ان هو صفقه مهمه جدا جدا، هيخلي المنافسه شرسه جدا ما بين لاعبي النادي الاهلي على اطراف الملعب. يعني وبالمناسبه مستر كولر النهارده وظفه في الجناح الايمن والجناح الايسر، وهو لاعب بيجيد اللعب في المركز الجناح الايمن والجناح الايسر وايضا مركز 10. اعتقد لعيب جوكر بالنسبه للنادي الاهلي، وهيكون صفقه مهمه جدا جدا للنادي الاهلي. وبمناسبه هذا الامر ان مستر كولر كان بيتكلم مع اللاعبين، يعني وكان ليه كلام مع كريم نيدفيد، اتكلم في نقطه مهمه جدا يا استاذ ابراهيم. قال ان مستر كولر لما انا جيت قعدت معاه ما كلمنيش في النواحي الفنيه خالص، يعني ما اتكلمش معايا في اي امر خاص بالنواحي الفنيه. سالني اسئله مهمه، قال لي انت يومك بيكون ازاي خارج الكوره، خارج الملعب، لو عندك حاجه نواقص بتشتغل عليها ازاي، بتشتغل على نفسك ازاي. فمستر كولر كان عايز يشوف العقليه بتاعه اللاعب مش الجانب الفني. يعني من الممكن يكون في لعيب من الناحيه الفنيه بالنسبه لنا وبالنسبه للجمهور صفقه مهمه جدا، ولكن عقليته لا تتناسب مع فكر الجهاز الفني او لا تتناسب مع منظومه النادي الاهلي، وبالتالي بيبقى ما فيش امر باتخاذ القرار ان هو ينضم للنادي الاهلي. فكريم نيدفيد مستر كولر قال له انا عايز اعرف عقليتك تفكيرك، وبعد ما خلص القعده معاه قال له هكلمك اشوفك تكون موجود معانا او غير موجود، ولكن يعني كلمه بعد يعني اسبوع وقال له انت خلاص انت هتكون موجود معانا. فبالتالي الراجل بيتكلم على العقليه، على الثقافه، وبيشوف هل اللعيب ده ينفع في منظومه النادي الاهلي ولا لا. واعتقد دي عوامل رجحت ان رضا سليم يكون واحد من صفقات النادي الاهلي هذا الموسم. كريم نيدفيد برضه مختلف عن ما كان قبل كده، يعني شايف انه استفاد من فتره الاعاره وداخل بجديه كامله. كريم نيدفيد واحد من اللعيبه اللي ادت المباراه النهارده، يعني لعب المباراه بالكامل. يعني النهارده كريم نيدفيد في ثنائيه ما بينه وما بين مروان عطيه في منتصف الملعب. كريم نيدفيد كمان واحد من اللعيبه اللي بالنسبه لمستر كولر شايف عنده النواحي الدفاعيه والنواحي الهجوميه في المركز خط الوسط. كريم مش غريب كمان على لعيبه النادي الاهلي، وبالمناسبه يعني هو في ترتيب الكباتن النادي الاهلي، واللعيب رقم 5 في ترتيب كباتن النادي الاهلي. طبعا كريم لما
اعتقد في لقاء ما هيكون موجود مع حضرتك يا استاذ ابراهيم. يعني في كلام كتير جدا من كريم نيدفيد، انا مش عايز احرق كلام كريم نيدفيد، لكن كريم اتكلم في امور كتير جدا، اتكلم على فترته مع فريق فيوتشر ودور ناس كتير جدا سندته في الفتره اللي كانت صعبه جدا. هنسمع كلام هنسمع كلام كريم معاك يا فاروق، بس عايز اشكرك على هذه الجوله السريعه جدا اللي انا اعتقد خدت كل مشاهدينا لفيينا وحطتنا جميعا في الصوره. كل التوفيق ليك وكل التوفيق للمعسكر، وواضح ان المساله فعلا دي مش ليالي الانس، دي ليالي الجد والشغل والتعب والشقه فعلا، وان شاء الله يكون معسكر مردوده الفن كبير ان شاء الله. شكرا جزيلا للزميل فاروق صلاح. والحقيقه كلامه عن كريم نيدفيد يا جماعه، هو كان عمل لقاء مع كريم نيدفيد على ما بين فترة الإعارة واللي استفادوا من الأهلي واللي منتظروا في النادي الأهلي. هنشوف هذا اللقاء وهنرجع بعد اللقاء والفاصل مع الأستاذ نبيل عمر والأستاذ عصام شلتوت وكلام تاني مهم. بنرحب بجماهير النادي الأهلي وكل المشاهدين، وبنرحب بالكابتن كريم وليد نيدفيد الشهير بنيدفيد. نقول له إيه إحساسك النهارده في أول يوم أو ثالث يوم في المعسكر؟ أنت دخلت العين في بعض ليه؟ وده كان رأيه. خد يا فاروق. مهيب. احنا كلنا طبعا مبسوطين هنا. تقول لي ايه شعورك ثالث يوم، الاجواء والمدينه عامله ازاي؟ يا ترى انتوا خرجتوا ولا ما خرجتوش؟ كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من النمسا ومعسكر الاعداد للموسم الجديد. لو عايز يبقى قدامك مثال للتحدي، للاصرار، للصبر لامور كتير جدا، لازم تحط قدام عينيك كريم نيدفيد. ممكن خروجك من النادي الاهلي يكون النهايه، لكن مع حاله كريم نيدفيد كانت البدايه. خلينا نرحب بواحد من ابرز وافضل اللاعبين اللي اتربى في جدران النادي الاهلي في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، كريم نيدفيد، ونقول له الحمد لله على السلامه يا كريم، وحمد لله على السلامه عودتك للنادي الاهلي يعني بعد فتره طويله. كريم مثال لامور كتير جدا، للتحدي، للاصرار، للصبر. الحمد لله على السلامه كريم. حبيبي فاروق الله يسلمك، وبشكرك على الكلام الكتير الحلو ده يعني، وبحمد ربنا كتير اللي قدرت ابقى يعني ارجع من الاصابه تاني وارجع بشكل كويس. فالحمد لله يعني الواحد كان عنده صبر وعنده اصرار ان هو يرجع، وربنا كلل مجهوده وتعبه بان هو يبقى موجود تاني في بيت النادي الاهلي الحمد لله. كريم فترة كانت صعبة جدا بكل ما فيها إصابات، وفترة أنت بتبعد عن النادي الأهلي، الدوافع اللي أنت صنعتها لنفسك أنك ترجع تاني وتكون واحد من أفضل اللاعبين اللي أدت خلال الموسم الماضي، وكان واحد من اللعيبة اللي طلبها مستر كولر، أمر بيحسب لكريم نيدفيد. يعني الواحد مر بموسمين كانوا صعبين اللي هم في الإصابة، يعني الواحد تصفي موسم كان هو بالنسبة له موسم كان أبرز موسم ليه في النادي الأهلي، حصل لي إصابة يعني ده قدر طبعا واحد راضي بيه. كان يعني سنتين صعبين الواحد قدر بعدهم يعني يتغلب على اللي هو مر بيه، فكان في قرار من النادي ومني ان انا اطلع اعارة ان انا ارجع ابدا العب او اجيب مستوايا تاني. فطلعت في الاعارة لسنتين، كانوا موسمين كويسين بالنسبة لنادي فيوتشر، حققنا فيهم انجازات كتير، عملنا فيهم حاجات كويسة يعني. الفرقة كانت لسه صاعدة، أول موسم بنلعب أفريقيا، تاني موسم برضه صعود أفريقيا، خدنا بطولة رابطة، يعني كنا فرقة ليها شكل وليها هوية دايما، كنا منافسين لكل الفرق، كنا يعني بنصعب الماتشات على الفرق الكبيرة، فكان موسمين كويسين. فالحمد لله يعني جه في آخر الموسمين كان في قرار من النادي ومستر كولر إن أنا أبقى موجود تاني في النادي، فدي كان يعني حاجة بالنسبة لي كبيرة وحاجة مهمة، إن أي لعيب بيبقى طالع إعارة بيبقى ده هدفه الرئيسي ان هو يرجع مكانه، يعني ده النجاح بيبقى بالنسبه للاعاره او ده هدف الاعاره، فكان بيبقى الواحد مهم بالنسبه له ان هو ينفذ هدف الاعاره يعني. فالحمد لله الواحد قدر يعني ينفذ، او طبعا دي بعد توفيق ربنا ان هو يكون موجود تاني، دي الحمد لله. كريم انا عارف دور البيت عندك في الفتره الصعبه دي، اكيد اتاثرت بكلام بعض الجماهير وبعض الناس اللي كان كلام بيتقال على السوشيال ميديا ان كريم خلاص مش هيقدر يلعب كوره تاني. فتره صعبه بالنسبه لك، لكن دور البيت كان مهم جدا يا كريم. يعني الكلام طبعا كان صعب، يمكن في ناس كانت واقفه جنبي كتير، طبعا مراتي كانت معايا في معظم الحاجات، يعني هي من الناس اللي تعبت معايا. ان انا يعني اول ما اتجوزت كنت في اصابتي، في بدايه اصابتي كمان، مش يعني كنت عملت اول عمليه بس،
فكانت هي في البدايات، فهي حضرت تقريبا معايا يعني شبه كل المراحل في الإصابة، لكن هي وقفت جنبي، كانت بتصبرني، كانت بتقويني في حاجات، كانت بتاخد معايا يعني حتى في السفر بره مصر في العمليات او في التاهيل كانت هي موجوده معايا، فكانت بتهون عليا حاجات كتير. فيعني انا بشكرها على اللي عملته معايا يعني، وربنا يخليها لي. يعني هي عملت معايا مجهود كبير طبعا، في اهلي ابويا وامي واخواتي برضو وقفوا معايا، وفي برضو يعني من الناس اللي هي قريبه مني وهو اكتر من اخ بالنسبه لي، سعد سمير، يعني من الناس اللي كانت يعني من الحاجات اللي انا دايما بقولها له ان هو فتره الاصابه بتاعته كانت نفس فتره اصابته، فكنا معظم الوقت مع بعض في المانيا. فيعني دي من الحاجات اللي كنا بنهون على بعض فيها، بنشيل بعض، هو ساعات برضه بيتعب فانا معايا، هو انا معايا، انا بتعب هو في ظهري هو معايا طبعا، فده كان واقف معايا. زياده كمان ان احنا لما رحنا فيوتشر احنا الاثنين كنا مع بعض، فكنا مهونين على بعض الموضوع، بالذات ان انت لما تبقى لعيب متربي جوه النادي الاهلي او لعبت مده كبيره جوه النادي الاهلي، فبيبقى الموضوع بالنسبه لك صعب طلوعك منه وتروح على مكان جديد انت مش عارف الناس بتفكر فيه ازاي او الادارات بتفكر ازاي او المنظومه ماشيه ازاي، فيبقى الموضوع صعب. فقدرنا نهون على بعض والحمد لله، يعني عدينا بالفتره دي. وانا يعني حابب اشكر كل الناس، يعني اي حد من غير ما انساه طبعا، اللي واقف معايا واللي ساندني حتى لو بكلمه بسيطه ان انا اقدر اعدي الفتره دي، والحمد لله يعني ربنا كرم وعديتها الحمد لله. الحمد لله كريم، مرحله وعدت على خير. مرحله النادي الاهلي وعودتك للنادي الاهلي مستر مارسيل كولر، ان اختار لاعب وانا واخد وحاصل على 5 بطولات امر مهم جدا. انا شايف هذا في اللعب يعني بيبقى العنصر اللي بيتضاف عنصر بيبقى قليل جدا، الا اللي انا شايف فيه امكانيات وامور انا محتاجها جدا في الملعب، ده اكيد بيدي لك دافع كبير جدا يا كريم. طبعا يعني شيء مهم بيبقى، يعني مش بقول حاجه مستحيله، لكن هو بيبقى غريبه شويه ان حد بيدخل على فرقه واخده معظم البطولات اللي هي شاركت فيها باداء كبير بنتائج كبيره، فبيبقى صعب ان يخش حد عليها. فلما بيبقى في اختيار للعيب يكون موجود او يرجع من الاعراض، فدي طبعا بيبقى يعني بتديك انت حته زياده، ان انت لازم انت داخل على مكان في نجاحات كتير، في لعيبه كتيره ليها مكانها في الفرقه، فانت محتاج شغل زياده ومحتاج صبر ومحتاج وقت ان انت تقدر تخش الفرقه. فكان بالنسبه لي يعني اختار مستر كولر ان انا اكون موجود تاني او ان انا ارجع، فده اداني حافز كبير قوي ان انا لازم يبقى في شغل زياده. هو يعني هو الراجل صراحه بيتكلم معايا كويس، صابر. ابرز الامور او اول مقابله بينك وبينه، ابرز الامور اللي اتكلم معاك فيها؟ يعني انا بعد الموسم الخلص بتاعي من فيوتشر جالي مكالمه من كابتن سعد عبد الحفيظ، بلغني ان الراجل محتاج يقعد معايا، فروحت النادي وقعدت مع الكوتش، فهو كان معظم كلامه يعني مش حاجات فنيه لكن حاجات ليها علاقه بالشخصيه بالعقليه بتاعتك بالظروف اللي انا مريت بيها، حالتي بعد الاصابه، بعد ما رجعت العب اموري بتمشي ازاي بعد التمرين، يعني كانت حاجات كلها بعيد التمرين والحاجات الفنيه، كانت حاجات كلها بره يومي عامل ازاي بره الكوره يعني. فكان في حاجات هو اتكلمنا في الشخصيه، وكان بعد المقابله دي يعني قال لي ان شاء الله يبقى في قرار قريب بوجودك او عدم وجودك يعني، فجالي قرار بعدها ان انا اكون موجود ان شاء الله. كريم بيصنف من كباتن الفريق هذا الموسم، اعتقد الترتيب الخامس او السادس في ترتيب كباتن النادي الاهلي، بيشيل لك مسؤوليه مع الكابتن محمد الشناوي مع رامي ربيعه مع السوليه مع محمد هاني. اكيد اكيد طبعا، يعني الموضوع كابتنة الفرقه ده شيء مش قليل، دي حاجه كبيره ليك انت كلعيب ان انت تبقى من كباتن النادي الاهلي، فده شيء مش قليل خالص، فانت لازم بيبقى ليك دور اكتر من الملعب، ليك دور تاني في اوضه اللبس، ليك دور تاني مع اللعيبه الصغيره. يمكن من الحاجات اللي هي موجوده في النادي الاهلي ان كابتنة الفرقه مش ما بتبقاش مقتصر على كابتن الفرقه بس، دي بتبقى الادوار ومتقسمه على الكباتن او الاربعه او الخمسه على حسب الترتيب يعني، او على حسب الادوار اللي بيبقى كابتن الفرقه موزعها على اللعيبه، فبتبقى في ادوار محطوطه. طبعا في لعيبه تانية يعني ملهاش علاقه بالكابتن، لكن في علي معلول طبعا لعيب كبير، في لعيبه يعني انا بشوف وجهه نظري يعني موضوع الكابتنه في النادي الاهلي يعني بيبقى اسهل شويه من الانديه اللي بره، ان اللعيبه هنا جوه النادي كل واحد عارف شغله وكل واحد يعني بيخاف على اكل عيشه، فانت بتبقاش محتاج كلام كتير او توجيهات كتير، ان كله في المنظومه كله في السيستم شغال، فبيبقى الموضوع ابسط من كده يعني، الموضوع اقل من كده، لكن بيبقى في توقيتات اللي هي بتبقى صعبه على الفرقه، نتائج سلبيه او بيحصل اي دروب واحنا ماشيين في الطريق، فده بيبقى دور كباتن الفرقه. دور كباتن الفرقه بيبقى اكتر مع اللعيبه اللي هي بتبقى صغيره في السن، اللي هي مش موجود يعني لسه داخله الفرقه كتير جديد او لسه طالعه من الناشئين، فانت بتبدا توجه او بتتكلم معاهم حتى مش فنيات، انت بتتكلم في حاجات
ليها علاقه بالشخصيه او بالالتزام. بيبقوا طالعين طبعا من ناشئين عندهم جزء الالتزام، لكن ما عندهمش جزء الالتزام الدرجه الاولى. الامور بتبقى ماشيه ازاي، سواء في التليفونات، على الاكل مثلا، اللبس بتاعنا، مواعيدنا، حاجاتنا. يعني في حاجات بتبقى بسيطه كده اللي انت بتتكلم فيها في الاول، لكن بعد كده كله بيخش في السيستم بتاعه، ما بقاش فيه موضوع يعني، بيبقى الدنيا كويسه وسهله يعني. كريم، معسكر النمسا في البدايه اعتقد بالنسبه لك مهم جدا، مهم كتير من اللاعبين. انطباعكم عن المعسكر النهارده؟ احنا بنتكلم في ثالث يوم، انطباعكم وشايف المكان والنادي الاهلي كان حريص ان هو يوفر المعسكر ده للفريق لبدايه الموسم باذن الله؟ يعني المكان الواحد شايف ان هو مكان نموذجي للمعسكر، يعني كل حاجه موجوده في الاوتيل، السبا حاجه محترمه جدا، الجيم، الملاعب قريبه مننا، الملاعب كويسه، كل حاجة يعني متوفرة للنادي، موفر لنا كل حاجة تخلينا في المعسكر كويسين أو مركزين في المعسكر، بس ما فيش حاجة شايلين همها تاني. فدي أجواء بتخليك إن أنت تبقى يعني مركز في المعسكر ومركز في كل حاجة فيه، إن أنت بس إيه، تبقى شغال بس، اللي هو إحنا عندنا تمرين، عندنا اجتماع، عندنا حاجة في الجيم، عندنا حاجة، فأنت مركز بس في الشغل بتاعك. فده طبعا هيخلينا يعني لما نرجع مصر هنحس بقيمه المعسكر ده، ولما نخش في ضغط الماتشات، ان طبعا انت عارف اللعيبه كلها راجعه من اجازه طويله، فده بيبقى مؤثر شويه في ان احنا نرجع حالتنا البدنيه وحالتنا الذهنيه كمان، ان انت راجع من واحد فاصل خالص لواحد عايز يرجع يلعب كوره تاني، فبتاخد وقت مننا. فالمعسكرات بتقربك في الحته دي اسرع يعني. اعتقد ان شاء الله المعسكرات دي مع الماتشات الوديه هتخلينا داخلين على ماتش السوبر الافريقي بصوره كويسه وجاهزين باذن الله. اخيرا يا كريم، مباراه السوبر بالتحديد، شايف انها مباراه في بدايه الموسم، بطوله اعتقد تفرق معاكم كتير على مدار الموسم، تبقى مهمه لكريم، مهمه لبعض اللاعبين العائدين لفريق النادي الاهلي، اكيد بتعني لك الكتير، قول لي المباراه دي شايفها ازاي؟ يعني الماتش طبعا دي في الاول وفي الاخر دي بطوله مهمه للنادي عامه، واحنا يعني النادي البطولات اللي تبقى القاريه بالنسبه له دي شيء مهم كبير، بطوله مهمه فعلا للعيبه اللي لسه راجعه من الاعراض او اللعيبه اللي لسه جايه جديده النادي. البطوله دي مهمه بالنسبه لهم ان يبدا الموسم بتاعه ببطوله، فدي حاجه كبيره، ودي بتساعد اللعيبه كمان ان هو يعني يعرف هو فين، يعني النادي الاهلي عامل ازاي والحياه فيه عامله ازاي. يمكن احنا بنتكلم في الثلاث شهور الجايين كلهم بطولات مهمه بالنسبه للنادي، في بطولات في ليفل اعلى من الليفل اللي احنا بنلعب بيه في مصر، فلازم نبقى احنا مستعدين ليه وجاهزين ليه. وماتش زي ده يعني انا بشوف ماتشات السوبر بالذات بتبقى بطوله او كل حاجه، لكن اللي بتبقى بدايه الموسم فدي بتبقى ماتش اعداد قوي مهم بالنسبه لك، ولازم تقيس نفسك انت فين في بدايه الموسم. طبعا الفرقه لما تبقى بادئه الموسم غير وهي بتنهيه، فيعني اعتقد ماتش هيبقى ماتش مهم بالنسبه لنا، وان شاء الله يعني ربنا يكرمنا وتبقى بطوله باذن الله جديده للنادي، وبطوله نبدا بها الموسم ان شاء الله. كريم، انا بشكرك وبتمنى لك كل خير، وبدعي لك ان ربنا يبعد عنك شر الاصابات يا رب، لانك انت واحد من اللعيبه اللي يعني اعتقد كلنا بنستمتع بيها في الملعب، ووجودك اهميه كبيره جدا للنادي الاهلي. بشكرك يا فاروق، ويعني وان شاء الله نبقى ضيوف خفاف كده على جماهير النادي الاهلي، وتبقى حلقه لذيذه ان شاء الله. حبيبي يا فاروق. أعزائي مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، مثال كبير للإصرار، للتحدي، للصبر، كريم نيدفيد، واحد من ولاد وأبناء النادي الأهلي، اتكلم كلام كتير جدا، وضح كثير من الأمور، كلام من القلب من كريم نيدفيد. نتمنى له التوفيق يا رب دايما، وربنا يبعد عنه شر الإصابات هو وكل لاعبي النادي الأهلي. من جديد تعود الكلمة للزملاء في الاستوديو. ما تخافش على الأهلي، ما تخافش على الأهلي. أهلا بحضراتكم من جديد، وأعتقد التفاصيل كلها كانت تابعة على التفاؤل من معسكر الأهلي في فيينا. أستاذ نبيل، رؤيتك العامة والصورة اللي أنت خدتها من خلال تفاصيل المعسكر وكلام كريم نيدفيد. يعني أنا في الحقيقة يعني هم غطوا أو بعثوا برسالة اطمئنان لجماهير الأهلي ان احنا جادين جدا، عارفين احنا بنواجه ايه وبنعمل استعدادنا ليه ازاي. ده مهم جدا 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 ان الناس تبتدي تطمئن ان المساله واخده مسار، اولا جد جدا، صارم جدا، منظم جدا، علمي جدا. ده مهم جدا، يعني مش مجرد معسكر، لا، ده بيتمتع بيه مجموعه من المواصفات الفنيه والتنظيمية والإدارية اللي بتتخلي اللعيبة في حالة تركيز كامل. وده مهم جدا، فكرة التركيز، لأن التركيز تدريب، يعني فكرة
اللعيب هو داخل المباراه مش مجرد انا قررت ان اركز فانا استطيع ان اركز، بيتدرب على التركيز، انا بتدرب على التركيز. ففكره ان انا دلوقتي وانا حتى في بدايه موسم الاعداد بركز بطريقه مختلفه وبتعلم اساليب وادوات كتيره وعادات جديده في التركيز والعمل، ده هيساعدني في المباريات. انا شخصيا حاسس باطمئنان شديد جدا جدا من هذه العقليه السويسريه العظيمه اللي هي نظمت هذا واختارت النمسا تحديدا وفيينا، طبعا انا رحتها وعارف يعني ايه فيينا، فشيء عظيم. وانا طبعا سعيد جدا بهذا العمل. استاذ عصام سريعا انطباعاتك الاوليه. هي الانطباع هو ده، وهو بيحقق جزء برضو من السلوجان بتاع ما تخافش على الاهلي. بجد يعني الاهلي دائما في ركاب العالميه. انا سعيد قوي ان ما فيش لعيب قال نحن نبذل الجهد والعرق، خلاص الاهلي كالعاده في حته تانية مع تطويره مع كولر مش هيلاقي زيها غير مع اداره زي اداره النادي الاهلي. ده اللي بيأكده كلام استاذ نبيل او وصفه او شرحه، انه بالفعل الفرقه على اعلى مستوى تقني وحرفي واحترافي بمسانده المؤسسه اللي هي الاداره، ناس عندها استراتيجي وناس بتعرق وبتقود بعمل كله علم. ده كلام مهم جدا، واعتقد تطمينه كبيره زي ما قالوا الاستاذ نبيل والاستاذ عصام لجماهير الاهلي على معسكر الفريق في النمسا. لكن في نبأ عاجل، صحيفه عكاظ السعوديه بتعلن عن وصول النجم العالمي محمد صلاح غدا الى المملكه العربيه السعوديه. دي التويته اللي نشرتها عكاظ على حسابها، انه يصل على طائره خاصه غدا الى السعوديه تمهيدا للانتقال الى اتحاد جده السعودي الفرعون الى دوري السعودي. هل ده تم بالفعل؟ ايه تفاصيله؟ ايه كواليسه؟ ايه حقيقته؟ نروح للزميل العزيز والصديق الاستاذ علي مسعود مسؤول التحرير في صحيفه مكه السعوديه عشان يطلعنا على حقيقة هذا الخبر العاجل وما يدور في الدوري السعودي اللي الحقيقة بقى جاذب لكل نجوم العالم. أستاذ علي مساء الخير. مساء الخير أستاذ إبراهيم، تحياتي لحضرتك وتحياتي للأستاذ نبيل المعلمي والأستاذ عصام شلتوت وتحياتي لكل مشاهدي قناة الأهلي. أستاذ علي، عكاظ بتقول لك نبأ عاجل وصول صلاح غدا، وإحنا شفنا على مدار اليومين اللي فاتوا الشرق الأوسط وعكاظ والرياضية وقناة السعودية الرياضية تأكيدات بوصول صلاح، وفي الجانب الآخر نفي من الجارديان ومن كل الصحف البريطانية وتمسك الإنجليز بصلاح، وإحنا هنا ما بين منقسمين بين هذا النافي وذاك المؤكد، أنت عندك إيه؟ واضح بالفعل أن الصفقة حسمت ووفقا طبعا لعكاظ، وعكاظ طبعا الصحيفة لها مكانتها في السعودية، وأعتقد أن هي لن تغامر بمصداقيتها بالطريقة أنك تعلن بأن صلاح هيصل مساء بكرة بطيارة خاصة الا اذا كان في حاجه مؤكده. طبعا توقيع رسمي لسه لم يعلن من احد الطرفين، وزي ما حضرتك تفضلت في ان الجانب الانجليزي بينفي والجانب السعودي بيؤكد. انا عايز اقول لحضرتك بس النهارده الصبح صحيفه الرياضيه قالت برضو خبر مرتبط باللي قالته عكاظ دلوقتي، قالت ان صلاح وافق رسمي على العرض، وانه اشترط فقط موافقه يورجن كلوب وموافقه ليفربول، لانه قال ان انا ما عنديش استعداد ادفع الشرط الجزائي ده وفقا ليه ووكيل اعماله. الـ 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 الرياضيه نفسها قالت ان ليفربول موافق برضه، لكن بيناور للحصول على اعلى سعر، ان هو لغايه الساعه 11 بالليل من مساء اليوم اللي هو اخر وقت قبل اغلاق البركاتو الصيفي في اوروبا النهارده الساعه 12 بالليل، انه هيوافق، هيحاول يضغط بكل ما يملك للحصول النادي ومالكه الانجليزي على اعلى سعر ممكن، لان طبعا من المعروف انه اعلن قبل كام يوم كده ان الاتحاد جده عارض 150 مليون استرليني للنادي الانجليزي، منها 100 مليون هتدفع و50 مليون عباره عن مكافئات وتدفع بعد كده. فواضح ان الصفقه حسمت بالفعل وان صلاح في طريقه للدوري السعودي، وهينضم طبعا لكوكبه كبيره جدا من النجوم، وهي يعني هيقدم اضافه كبيره في اتحاد جده اللي لسه ما زال حتى بعد صلاح بيبحث عن راموس في اللي هو لاعب ريال مدريد الشهير، وعنده فرصه يجيب لاعب ثاني اجنبي غير صلاح، لان كما زي ما حضرتك عارف ان الدوري السعودي بيسمح بمشاركه 8 اجانب، والاتحاد ما زال يامل ما زال اقل الانديه الاربعه اللي اشتراهم
او اللي هم مسؤول عنهم الصندوق السيادي السعودي ما زال اقلهم تعاقدا حتى الان. طبعا الهلال الاول يجي بعد الاهلي او النصر والاهلي ثم الاتحاد. لكن موضوع صلاح زي ما قلت لك رسمي وقع رسمي من اي مصدر رسمي لم يعلن. كل المصادر اللي بتتحدث دلوقتي مصادر اعلاميه. مصادر اعلاميه بتؤكد بنسبه 99.9% في السعوديه الموضوع منتهي. في تسريب حصل من يومين ثلاثه على السوشيال ميديا، احد الاعلاميين المعروفين جدا في السعوديه اتصل على احمد كعكي رئيس نائب رئيس نادي الاتحاد وما كانش قايل له انه بيصور يعني، وقال له موضوع صلاح عملته فيه، قال له يا ابويا وقعنا خلاص، وقعنا خلاص والموضوع بس في لحظاته الاخيره وهيعلن في وقته المفروض يعلن. ده كل الموجود بالنسبه لموضوع صلاح. يعني واضح ان هم كانوا حاسمين المساله مع صلاح والراجل قال لك وقع خلاص، لكن كان في الانتظار التاثير على ليفربول بقى واغراء الملاك للنادي الانجليزي. بالضبط، يبدو ان ده السيناريو، يبدو ان صلاح موافق ويبدو ان صلاح بيؤكد على طول انه شرطه انه لازم موافقه يورجن كلوب وموافقه النادي رسمي، وهو ده اللي اجل اعلان الصفقه لغايه اخر لحظه في غلق قبل غلق الميركاتو الصيفي بالنسبه لانجلترا وبالنسبه لكل الدوريات الاوروبيه. فيبدو ان ده اللي اجل حتى اعلان الصفقه لغايه دلوقتي. هم السعوديين كمان كل كانوا بياكدوا، كل الاعلاميين السعوديين وكل الصحف السعوديه كانت بتؤكد ان هي هتعلن في اللحظات الاخيره مع اغلاق الميركاتو الصيفي في انجلترا، وده فعلا الوقت المناسب ليها. وفيما يبدو كده ان الموضوع انتهى يعني خلاص. صلاح هيكون زي ما اتقال اغلى لاعب عربي وافريقي في التاريخ في انتقاله. هو صلاح بالنسبه اللي هيد المبلغ اللي هيدفع لليفربول هيبقى في بالفعل اغلى لاعب في الدوري السعودي، اغلى لاعب يعني بالنسبه لرونالدو كريستيانو رونالدو. احنا بنتكلم على شقين، في شق متعلق بالنادي اللي هيدفعه للنادي الانتقالات، يعني مثلا على سبيل المثال كريم بنزيما اللي انتقل للاتحاد برضه نفس الاتحاد اللي جايب صلاح. الاتحاد خده كان لاعب حر يعني جه للاتحاد مجانا بالنسبه للنادي بتاعه ما خدش منه حاجه، لكن ريال مدريد فبالنسبه هي بتحسب كده، بتحسب النادي هياخد قد ايه تكلفه الصفقه هيدفع فيه. اغلى لاعب هيتم التعاقد مع ناديه هو صلاح. لكن هيبقى طبعا زي ما احنا عارفين بالنسبه لرواتب اللعيبه هيبقى رونالدو هو الاغلى، لان عقد رونالدو فيه شرط انه حتى لو جه لاعب لازم عقده يزيد ليبقى هو اغلى لاعب في الملاعب السعوديه. اي حد تجيبوه انا اكون الاعلى. بالظبط، طبعا ممكن صلاح راتبه يتجاوز نيمار، يتجاوز كريم بنزيما، يتجاوز جوتي، لعيبه كتار جدا، جوتا، لعيبه كبار جدا موجودين في الدوري السعودي دلوقتي. صلاح هيبقى الراتب الثاني بعد كريستيانو رونالدو. لكن الهلال هيبقى هو اغلى نادي صرف على الميركاتو في العالم مش كده؟ بالظبط بالظبط، النادي الهلال بيتصدر انديه العالم في الانفاق على الميركاتو. مليار 1,630,000,000 تبع صفقات. النصر اللي بيجي في طبعا الهلال في العالم واللي طبعا بالتاكيد في الدوري السعودي. النصر بيجي بعده في الدوري السعودي صارف السنه دي 630,000,000 على 7 صفقات. طبعا النصر لانه رونالدو جايبه من السنه اللي فاتت فالموضوع اخف شويه. الاهلي بعد كده اللي جايب رياض محرز وجايب لعيبه لعيبه كبار برضه صارف 530,000,000 جايب 7 صفقات. الاتحاد ما زال الاقل لغايه دلوقتي 320,000,000. وزي ما قلت يا استاذ ابراهيم ان السبب الرئيسي في ان الرقم بتاع الاتحاد مش كبير ان كريم بنزيما اللاعب رقم واحد اللي جه في الاتحاد اشتراه لاعب حر. لاعب حر. صلاح الامر يتاكد بكره مش كده؟ بشكل اكيد يعني من المؤكد ان وصول صلاح بكره لو وصل على طياره خاصه الموضوع هيبقى في العالم يعني خلاص. يعني بكره هيصلي الجمعه في الحرم. مفروض يعني مفروض ان شاء الله. لا هم قالوا انه يصل مساء يعني في الفتره المسائيه يصل، ويفترض انه هيجي على دبي الكشف الطبي وبيجي بعد كده على جده مدينه جده اللي هتشهد بعد كده طبعا كاس العالم للانديه، ولقاء ان شاء الله مرتقب في احتمالات كبيره ما بين الاهلي والاتحاد.
عموما يا استاذ علي كل التوفيق، واعتقد الدوري السعودي عامل حاله كبيره جدا على مستوى العالم مش في المنطقه العربيه بس. بالتاكيد بالتاكيد احنا بنتكلم زي ما اتقال ان انت اجمالي الصفقات اللي برمتها الانديه السعوديه تتجاوز 3 مليار دولار او 3 مليار يورو تقريبا. اللي انت بتتكلم فيه ان انت العالم كله اصبح بيتكلم عنه، مدربين في الدوري الاوروبي، الموضوع الاتحاد الاوروبي نفسه، العالم كله بقى الموضوع مسبب ليه حاله من الجدل سواء بالسلب او الايجاب، وزاد من قيمه زاد من قيمه الموضوع ان الاتحاد السعودي لكره القدم تعاقد مع المدرب الايطالي ماتشيني من 3 4 ايام لتدريب المنتخب. السعوديه يعني داخله بتقلها بتصرف ضخ اموال كثيره جدا على سبيل الحصول على علامه الكامله في القوى الناعمه اللي هي كره القدم، اللي اصبحت ليست مجرد حرفه بل هي صناعه كبيره واصبحت تمثل قيمه كبيره، بدليل ان هم يعني اتصور بالنسبه ليهم هم حاسين ان الجدل اللي مصار في العالم كله ده بيديهم احساس ان هم حققوا جزء كبير من الهدف اللي هم بيسعوا اليه، انك انت تلفت الانتباه تشد الانظار. ده اعتقد احد الاسباب الرئيسيه. استاذ عصام كان عايز اسالك على حاجه يا استاذ علي. اتفضل استاذ عصام. يا ترى وجود محمد صلاح ضمن المنظومه باذن الله، يعني ربنا وفقه وكان هو يعني اختياره، وبطبيعه الحال هيكون له يعني جماهيريه مش بس محمد صلاح فخر العرب، هل ده هيكون مؤثر بشكل او باخر على حصص الجماهير والتذاكر مباريات والموسميه منها وكذا بالنسبه للاتحاد الحسبه داخل فيها ده، ولا بس هو الفكره اللي قالها الاستاذ ابراهيم وهي انه الدوري السعودي يبقى محطه انظار صناع الكره في العالم؟ لا لا بالتاكيد كلام حضرتك يعني انت محق في الجانب الاول مليون في الميه. يعني انت جزء كبير من لفت الانظار هو وجود الجماهير، والدوري السعودي اصبح من الجماهير او المدرجات كامله العدد في المباريات الجولات الاربعه اللي اقيمت مع وجود النجوم الكبار دول اصبحت المدرجات كامله العدد، فما بالك بنجم العرب الاول، ما بالك بمحمد صلاح. المصريين اعتقد الكل عارف انهم بيتجاوزوا 2 مليون موجودين في السعوديه طبعا، في شغف كبير جدا عندهم بحضور بتتبع محمد صلاح في الملاعب زي ما هيشوفوا. يعني حتى لو كان في الاتحاد لغايه دلوقتي في 8 اجانب بالاضافه لطارق يعني حامد لسه ما زال التاسع، لسه ما زال رسمي موجود في القائمه ما اتشالش. كريم بنزيما، عبد الرزاق حمد الله، جوتا، رومارينيو، كوندانو، كانتاني، كانتي، فابينيو، جروهي، دول كلهم نجوم هيضاف ليهم لمحمد صلاح، يبقوا 10 اجانب في الاتحاد. لكن محمد صلاح له قيمه كبيره، محمد صلاح له قيمه جماهيريه كبيره جدا. يعني انا يعني لو السوشيال ميديا في السعوديه في الايام اللي فاتت دول محمد صلاح ترند، فيديوهات عماله تقول تعالى يا محمد عشان بكره في الاتحاد والهلال في كلاسيكو الكره السعوديه، ديربي جامد جدا. يعني عندهم امل ان محمد صلاح يلحق بمباراه بكره. يعني كان في مناشدات للجماهير ان عجل وتعالى عشان تلعب بكره. فمحمد صلاح قيمه مش قليله يعني. لا طبعا طبعا كده. انا قصدي وانت اكثر المتابعين يعني بحكم الشغل وطول الوقت انت من الجادين جدا، يعني هل سيكون هناك بالفعل مردود بقى يعني مدخول المباريات هيبقى بقدر هذه النجوم واخره ما هو مو صلاح؟ مؤكد مؤكد. انت ال 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 الكره في السعوديه اصبحت داخله في موضوع استثماري كبير جدا. ماشي صحيح العائد في ال يعني احنا ال الانديه السعوديه بتاخد تقريبا كل نادي بياخد 90% من دخل المباراه اللي بتلعب على الارض، وال 10% بتروح للاتحاد الكوره ولل الجهات التنظيميه. صحيح. انت هيبقى ليه مردود كبير جدا على مداخيل نادي الاتحاد. مداخيل نادي الاتحاد دي في النهايه انت بتستثمر، انت جبت نجوم صارف عليهم قبل ما يجيب محمد صلاح كان صارف 320 مليون يورو. انت مع وجود محمد صلاح هتبقى اقتربت من مليار. انت من المؤكد من المؤكد انك حتى لو في السنه الاولى مش هتجيب المردود اللي هو اللي انت دفعته كله،
لكن من المؤكد ان الحضور الجماهيري لاتحاد نادي كبير جدا جماهيريا يحظى بشعبيه كبيره جدا في غرب السعوديه في جده وفي منطقه مكه المكرمه، ولو يمكن اذا كان لم يكن الاتحاد بطل للدوري السنه اللي فاتت، الاتحاد هيبقى النادي الوحيد السنه دي اللي هيشارك في 5 بطولات منهم كاس العالم للانديه. يعني الاتحاد هو ممثل السعوديه او ممثل اسيا في كاس العالم للانديه. يعني كده محمد صلاح قد يواجه الاهلي في كاس العالم للانديه. مؤكد 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 طبعا. يعني لو القرعه جابت الاتحاد جده هيلعب مع اوكلاند سيتي، الفايز منه ما تتعمل قرعه بين وبين الفرقتين التانيين مين اللي يواجه الاهلي؟ ده لقاء محتمل جدا جدا يعني بنسبه كبيره 90%. يعني ساعتها انطرب محمد صلاح يلعب معانا. بالظبط. احنا اولى بيه. يعني الاهلي المفروض يتمنى دلوقتي الصفقه ما يكملش. لا، هل تتوقع ان احنا ممكن نلاقي مفاجاه، نلاقي صلاح بكره يلعب ماتش اتحاد جده ضد الهلال؟ صعب جدا. لا 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 لا، ايه اللي صعب؟ لا صعب. احنا تعودنا ان مفيش حاجه صعبه. هو قادم من لعب على فكره. هو جاهز. ما يعرفش التيم، ما يعرفش لعيبته، ما خدش جرعه تدريبيه. استاذ نبيل هيقولوا الكره لغه على الكلام ده ضد اللي انت بتقوله ده المنطق. بس مين قال لك ان احنا في حاله منطق يعني؟ الكره لعبه يعني لغه عربيه. لا لا، وانت عارف كمان في كره القدم السعوديه هم رافعين شعار من السنه اللي فاتت في لوجو كده بيقول لك المستحيل. أيوة. ليس سعودي. بالظبط. المستحيل ليس سعودي. بالظبط. ما تحكمش المنطق. صحيح. دلوقتي. ايوه بس يعني الحق مانشيت عندكم بقى ان صلاح يقود الاتحاد ضد الهلال. ضد الهلال صحيح. بس ما اعتقدش هيبقى بنسبه كبيره يعني. ولو بالذهاب للملعب يعني مش هنروح بعيد يعني. المدرج. ممكن يجي يحضر ماتش، ممكن يكون مفاجاه في المدرجات، ممكن مش مفيش حاجه مستبعده يعني. صحيح، مفاجأة الملعب سواء في المدرج أو ضد المنطق إنه يكون كمان في التشكيل الأساسي. بالظبط. لا يعني أكيد هيبقى في الملعب. أستاذ علي، إحنا شاكرين لحضرتك جدا، وهنيئا لكم بهذا الدوري الملياري بقى. أنا اللي سعيد بتواجدي على قناة الملايين، قناة النادي الأهلي، وبوجودي مع أصدقائي الأعزاء وجودكم. وحشنا أبو عادل. شكرا جزيلا للصديق العزيز أستاذ علي مسعود، مسؤول التحرير في جريدة مكة السعودية. مكالمة كانت ده خبر موسم. يعني بالنسبة لصلاح في السعودية وفي الاتحاد جدة ده خبر موسم. وطبعا وجمهور الأهلي كان منتظر، يعني كان بيتابع البتاع ده، لأن كمان فكرة الأهلي هيلاقي باتحاد جدة واردة جدا، ففكرة إن محمد صلاح يلعب ضد الأهلي ويواجه الأهلي، فطبعا جمهور الأهلي أليرت جدا للحكاية دي، لان طبعا هيبقى عندنا بنزيما ومحمد صلاح، فطبعا مساله انت بتتكلم على فرقه عالميه دلوقتي. عالميه. ما تقدرش تتكلمش عن فرقه عربيه. انت بتتكلم عن فرقه عالميه بالمعنى الحرفي للعباره، لان اللعيبه دي كمان في عز، يعني حتى لو كانوا كبار في السن لكن في عزهم الفني. طبعا. يعني في عزهم الفني. طبعا. فانت بتتكلم على نقله في الاداء مختلفه خالص عما من قبل يعني. وربنا يوفقه، لان هو طبعا يعني دلوقتي بقى في عين، لان في وسط هذه الكوكبه يعني كان دلوقتي بينافس في البالون دور في اوروبا، دلوقتي بينافس نجوم عالميين داخل الدوري السعودي واسماء شديده اللمعان، يعني بتكلم على سوبر ستارز، دول سوبر ستارز الكره العالميه. طب خلينا نقول للساده، او ميجا ستارز، خلينا نقول للساده المشاهدين اللي كان حاصل بيننا في الكواليس في الفاصل، الاستاذ نبيل كان متحفظ على فكره انه صلاح يترك الدوري الانجليزي، والاستاذ عصام كان متفاهم المساله انه ليه لا ما يروح الدوري السعودي، كانت دوافعك ايه؟ انا بالنسبه عصام كسبك كده على فكره. طبعا. انا بالنسبه لي انا عايز اللعيبه المصريين يكملوا في اوروبا. انا عايز افتح باب ويظل متدفقا، وعندي مثال ونموذج واستمر، لان انا حتى هذه اللحظه المصريين تحديدا رغم ان في مواهب كتيره في الكره المصريه احنا طبعا مش عارفين نكتشفها، مش عارفين نعديها، دي حدوته ثانيه. مش احنا والله هم. المهم يعني انا بتكلم على بشكل عام يعني. لكن انا عايز السكه دي. انا عايز يبقى عندي 20 ثم 30 ثم 40 ثم 100 لاعب مصري في الدوريات الخمس الاوروبيه الكبرى. فده ده ده من وجهه نظري، انا عايز ده يستمر. أيوه. ويبقى صلاح هو اللي فتح الباب، النموذج الاعظم والاكبر والاشهر، وانه يعني الناس ما تغريش عينيها المال حاليا وتروح على اوروبا، لان انا عايز ارفع مستوى
لان ده هيبقى مردوده على المنتخب القومي المصري عالي جدا. هيبقى عندي لعيبه محترفين كتير في الدوريات الخمسه الكبرى، انا اقدر اشكل منتخب. واحنا شفنا تجربه الجزائر قبل كده، شفنا تجربه المغرب حاليا، وطبعا وقبل كده تجربه نيجيريا، تجربه الكاميرون، السنغال. طيب دوافع الاستاذ نبيل تبدو مرتبطه بالفارق بين الواقع الاوروبي في المحترف وبين الواقع المصري اللي انت عايز تتطور منه، لكن انت ليك وجهه نظر متفهمه لنقله صلاح للدوري السعودي. ما هو طبعا لان انت في الاخر برضه معركه، يعني دوري المليارات على ارض عربيه فمغريه جدا، ولن تقدم اكثر مما قدمت. انا بفكر زي ما صلاح فكر ورامي عباس فكر، الراجل يعني المدير بتاعه ويورجن نفسه وجماعه الليفر يعني الملاك فكروا انه ليس في الامكان. هو قال لك اتحاد جده هيختبر صبر وصمود الملاك، كل شويه عرض في عرض. ففي الاخر طب قول لي يعني وليد الفراج قال تعبير 150، قال لك هنشوف هو اليورجن ده بكام، يعني يورجن كلوب قال لك طب احنا نشوف اليورجن نفسه ده بكام. يا ابويا ما تجيبوا ليفربول واجيبوا يورجن نفسه. هو بس هو المشكله في ايه؟ انا رايي لو كان ملاك ليفربول يعني بيلعبوا صح كان عملوها صح. فكره ان الانتظار لاخر لحظه خطا كبير من ملاك ليفربول لسبب جوهري. انت اغلقت باب الانتقال الصيفي، لن تجد تعويضه لمحمد صلاح. دلوقتي فرقه ليفربول فنيا ما بقتش فرقه بقى، خلاص شغالين عد دلوقتي، جايبين مكنه وهيعدوا بقى للموسم دلوقتي ما بقاش دلوقتي بخروج محمد صلاح لم تعد فرقه ليفربول هي فرقه ليفربول. انا لو كنت عايز ابيع محمد صلاح يبقى كنت افكر ده مبكرا، حتى لو بدعي ان انا مش عايز ابيعه، وفي اللحظه اللي انا همضي فيها عقد محمد صلاح انا عارف هجيب مين عشان يقدر اسد هذه الثروه. بس الثروه حسابات اخرى، لكن طبعا ده ما حصلش. ده معناه لا انا لا انا لا المواطن انا بس عايز اكمل. لا 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 الحزب عنده لا لا مش مختلفة ولا حاجه. لا طب انا اصلا متابع جمهور ليفربول، متابع راي جمهور ليفربول. مش الجمهور، الناس ما عندهاش يعني قبل كده تجارب ان الفلوس ممكن تيجي اهو. لا فراحت الفلوس جايه كده. لا انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا. اداره ليفربول حاليا في مواجهة من بكرة الصبح مع جمهور ليفربول، فعل مواجهة حقيقية، خاصة ان الباب اتقفل خلاص. لان الباب اتقفل، فانت يعني انت اتقفل لكنه في السعودية يعني لازال يعني مفتوح الفلوس ايام تانية. وجهت طعنة الفلوس، وجهت طعنة، انت كسبت فلوس لكن خسرت فريق. ده اللي انا عايز اقوله. ده اذا تم الانتقال، إذا تم يعني ممكن يكون صلاح رايح بكره يتفق ويقول لي هدي جماعتنا برضو في السعوديه، انا جاي السنه الجايه رجاله وبتاع، يعني او في الاخر يطلع رايح. انا بتكلم على الانتقال يعني. انا بتكلم لو حصل الانتقال ففرقه ليفربول، ملاك ليفربول ويورجن كلوب عليهم ان يواجهوا جمهور ليفربول. وجمهور ليفربول لا يرحم. بس يورجن الراجل اخلى من كده وقال اصلح ولا يجوز. ملعب انفيلد لا يرحم طبعا. بس في النهايه الملاك هم اصحاب القرار، طبعا اصحاب القرار. واذا صدقت فعلا صحيفه عكاظ اشتغلوا تجار عربيات حتى واي حاجه غير الكوره. طبعا 150 مليون مشروع صعب يعني. هي ديت الحسابات وهو دي ده منطق الاحتراف. لكن على فكره يا جماعه السقف المالي والشغف في الفلوس والفكر الاحترافي ابدا ما جرفش المشاعر ولا الانتماء. تبقى كرة القدم خاصة لدى البسطاء كرة فيها كتير من مضامين الحب والولاء والوفاء والانتماء الهوية. والحاجة الجميلة جدا النهاردة بيمر 17 سنة على رحيل واحد جسد هذه القيم بالمعنى الحقيقي، الله يرحمه. واحد حب النادي الأهلي لدرجة أنه يموت في الأهلي كتير. ما هي دي التعبير الحقيقي ان واحد مات في الاهلي، النجم المحبوب اللي سكن وجدان الاهلاويه قبل ان يسكن القبور، النجم الراحل محمد عبد الوهاب عليه رحمه الله. في مثل هذا اليوم ضرب المثل العظيم جدا في وفائه وانتمائه وحبه وتمسكه بالاهلي. وقبل هذا الموسم اللي رحل فيه عبد الوهاب كانت عرضت عليه عروض كتيره من انديه اماراتيه، اعتقد 4 5 عروض وقتها، وفضل متمسك بالاهلي وقال جمله
الاهلي عمره ما خلف ميعاد معايا فعمر ما هخلف ميعاد مع الاهلي. لا اله الا الله. نشوف هذا التقرير اللي كانت قناه الاهلي اعدته ضمن فيلم تسجيلي عن الراحل محمد عبد الوهاب. كان روح في الكوره وحطها عند رب حلوه يا 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 جبال. عمره قصير في الملاعب لكن عمره طويل بعد هول الكوره. رقم 3 محمد عبد الوهاب ما لحقش يكبر ما لحقش وماشي. محمد عبد الوهاب عاوز الشوط وشاط. درس درس في الحياه ودرس في الملاعب. محمد عبد الوهاب اوبا جوجو. كان لعيب غير اللعيبه الموجوده دلوقتي. محمد عبد الوهاب عبد الوهاب دون عن اي حد حب الاهلي وقلبه تعلق بالاهلي الوحيد اللي راحت طلعت في الاهلي. محمد كان روحه في الكوره كان دائما مشعلق بيها. كان لو خد مصروف اي جات له اي فلوس يشتري كوره. وناس كتيره كان بيعمل لهم ازعاج في المكان اللي احنا كنا فيه من اللعب. يلم العيال الصغيره دي ويلعب. كانوا بياخدوا الكوره ويقطعوها له ويحاول برضو يجيب غيرها. ويلم الأولاد اللي من سنه واللي أكبر منه. كان بيبقى ناس كبيرة واقفة تلعب معاه وهو ويدحرجوه في رجلهم كده. وكنت باصة وانده عليه وما فيش ما يرضاش. هو كان روحه معلقة بالكورة. في الفترة الأولانية في حياته كان من سن 8 سنين. كان طبعاً أنا كنت أكبر منه شوية فكنا دايماً نلعب كورة في الشارع بتاعنا. فكان هو مجموعة في سنه دايما يتطلعوا انهم يلعبوا معانا احنا اكبر منهم. فكنا طبعا دايما عينينا على ابو هاب عشان بيلعب برجله الشمال. فكانت حاجة خاصة كده او حالة خاصة لان هو كان مميز. قعدنا فترة طبعا لحد ما سنه نضج شوية وبدأ سنه يكبر لحد مرحلة الناشئين. فطبعا مركز الشباب في الفترة دي كانت مميزة في حتة ان هي بتجمع اللعيبة وتعمل لهم اعداد كويس وبتبدأ تطورهم يتحركوا من مركز الشباب لينطلقوا لأندية تانية. وانا مدرب في سنورس كنا لسه اول مرة في جيل في نعمل حاجة اسمها قطاع ناشئين او فرقة ناشئين للمكان. ففي احدى الدوريات في شارع عبد السلام عارف فاكتشفت هم ساعتها كانوا اثنين لعيبه. كان هو كابتن محمد عبد الوهاب الله يرحمه ولعيب اسمه احمد فرج. والاثنين بالصدفه كانوا بيلعبوا رجلهم الشمال. كان عنده 12 سنه قوه جسمانيه كويسه ورجله كويسه وبيشوط كويس. وحسيت فيه يعني نظرتي كده ان هو يبقى من اللعيبه الكويسين. فكلمته تعرفت عليه فجبته هنا في المكان. كان في كابتن محمد نصر وكابتن محمود الدناوي ومجموعه كبيره من الشباب وكابتن محمد مكي.
فكنا دايما ايه بنحتضن اي ناشئ يجي. فكابتن محمد نصر كنا طبعا قاعدين وبنتكلم، فقالوا ايه رايكم لو نشوف محمد عبد الوهاب ده نشوفه في الملعب ينضم للناشئين. محمد جاري، احنا من الفيوم من مركز واحد، جيران محمد مواليد 83 انا 81، الفرق السن مش كبير، لكن انا بعتبره ابني الصغير محمد. كنا بنلعب مع بعض انا وهو في مركز شباب سن نورس. فطبعا لما جاء طبعا تفوق على زمايله في حاجات كتيره ميزته عن باقي اللعيبه اللي كانوا في الناشئين. الف رحمه ونور على روح محمد عبد الوهاب، لاعب يعني سكن القلوب مع وفاته. طبعا، وكان عنده اخلاق. اولا لاعب اخلاق، يعني هو غير مهاراته الفنيه ما تحسش انه موجود في الملعب غير انه بمهاراته فقط، لكن ما فيش حاجه تانية غير لاعب. اولا كان لعيب خلوق جدا ومهذب جدا، انا عمري ما شفته لاعب ضرب لاعب، يعني انا عمري ما شفته عمل فاول عنيف جدا قاصد عشان هو يعطل لاعب انه يؤذيه، مش شفتهاش ابدا، انا مش فاكر دي خالص. غير طبعا كان صاحب قدم يسرى عظيمه جدا، ورغم انه كان باك ليفت لكن كان في مواصفات، بيشوط في مواصفات لعيبه الهفاط اللي بيشوط من بعيد على المرمى. لا ربنا يرحمه بصراحه يعني، ويصبر امه دايما ولهم الصبر والسلوان عليه. جمهور الاهلي عصام يعني حب محمد عبد الوهاب قوي. جمهور الاهلي هو الوقود يا استاذ ابراهيم اللي بيشعل دائما حب النادي الاهلي، لانه هو العاشق بلا اي طموح غير انه يشوف نجوم ويشوف انتصارات بالمعنى الذي يمكنه يعني انه يتحول لفدائي هذا الجمهور العظيم. وبالتالي لما تسكن قلوب ملايين بل مئات الملايين، عشان بس ما حدش يزايد، من جماهير الاهلي صوره محمد عبد الوهاب اللي امه ربنا يصبرها يا رب ويعوضها خير، قالت حاجه جميله، روحه كانت متعلقه في الاهلي فمات في الاهلي فمات في النادي الاهلي. وانت قلت حاجه فكرتني بالاوقات دي، لانه قبلها العروض اللي انهالت عليها قال الاهلي ما خلفش ميعاد معايا، فيظل هو حتى الان في قلوب باذن الله جمهور الاهلي ومع دعائهم له. يعني رجل فعلا في عز ريعان شبابه قدم كل ما هو جهده واخلاق، لا هو في حته ثانيه ربنا سبحانه وتعالى اكيد شايلها له. وفعلا جمهور النادي الاهلي لا ينسى ابدا كل قطره عرق من نجم، النجوم لو خدت بالها هتعرف ان جمهور الاهلي ده حماه، ده مش منطوق طبيعي، ده منطوق غير عادي. ده الجمهور يا جماعه الحياه اللي بيضرب المثل دايما في الوفاء والحب والانتماء. علشان كده خلينا ننعي كمان رحيل واحد من هؤلاء المشجعين المحبين للاهلي باخلاص، الراحل ايمن الحوفي. ايمن الحوفي كان واحد من الاهلاويه المتفاعلين بحب شديد وبحماس وبغيره على الاهلي عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي. كل جماهير الاهلي في هذا العالم الافتراضي في كل وسائل التواصل الاجتماعي يعرفوا كويس قوي حماسه وغيره وحب ايمن الحوفي للنادي الاهلي، شان الحياه لالاف وعشرات ومئات الالاف من محب الاهلي من خلال هذه وسائل التواصل والملايين عبر العالم كله. الف رحمه ونور على روح هذا المشجع الاهلاوي ايمن الحوفي. وزي ما قلت لكم الناس اللي بتحب الاهلي بجد بتفضل عايشة في قلوب كل محب النادي الأهلي. بعيدا عن هذه المسألة، الأزمة المثارة بين الأهلي والمنتخب الوطني فجأة صدروا لنا مشكلة علشان تضارب المواعيد في معسكر الإعداد ما بين الأهلي وما بين المنتخب الوطني وروي فيتوريا، برغم أن المفروض تكون المحددات واضحة والمواعيد ثابتة واللوائح منظمة لهذه المسألة. روي فيتوريا عنده مباراتين، عنده مباراة مع أثيوبيا يوم 8 بعد ضمان التأهل لكأس الأمم الأفريقية، يعني أنت خلاص أوكي تأهلت وأول المجموعة والقرعة ما عندكش أي مشكلة فيها ولا عندك احتياج للتصنيف. لا والتصنيف خلص أيوه عشان ما حدش يتاجر بيه، وحتى قرعة تصفيات كأس العالم اتعملت على هذا التصنيف، وهيلعب مباراة ودية يوم 12 مع تونس في الوقت اللي النادي الأهلي عنده مباراة مهمة جدا على بطولة السوبر الأفريقي يوم 15/9 في السعودية. عشان كده حدث هذا التداخل
مع إعلان الجهاز الفني للمنتخب ضم 4 لاعبين من النادي الأهلي، إذا كان بنتكلم على محمد الشناوي ومحمد هاني محمد عبد المنعم ومحمد عبد المنعم ومروان عطية. كابتن ضياء السيد المدير الفني أو المدرب العام للمنتخب، واحد من اللي شاركوا المنتخب الوطني في أكتر من جهاز، له رؤية على سبب حدوث هذه المشكلة، ليه حصلت وإزاي نقدر نتفاداها ومين السبب فيها؟ هنشوف رأي الكابتن ضياء السيد ونرجع نشوف رأي الأستاذ عصام والأستاذ نبيل. كيف سيتعامل مارسيل كولر مع هذا الموقف؟ وده وضح هو ليه كان غضبان من فكرة انضمام لعيبة الأهلي للمنتخب في الفترة دي. لا، هو الـ 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 القصة كلها اللي عملها فيتوريا، لأنك سمحت قبل كده وجيت دلوقتي عايز تحط نظام. فإيه الفرق ما بين إنك سمحت قبل كده إنك تسيب اللعيبة في أوقات معسكرة ودلوقتي؟ انت قصدك لو كان قال لا قبل كده كانت بقت دي بقى هي طبعا كان بقى حط نظام ده الميزان. انت ليه الزن على دماغك وانت وافقت في الاول دلوقتي جاي تقول لا؟ فهو ما هو طب ما هو المعامله مع كل الانديه بالمسك، انت اللي عملت ده بانك انت خدت قرارات قبل كده، سمحت الزمالك يلعب كاس مصير ويلعب في دور ال64، طلعت اللعيبه، وفي نفس الوقت النادي الاهلي يقول لك اعمل لي بالمثل، انا عندي بطوله وانت لا. هو حقه كمدرب في فتره اجندته يستخدم كل اللعيبه باي شكل، لكن هي مشكلته انه هو سمح بده قبل كده. بس هما اللعيبه خرجت المعسكر لعبت ماتش وخرجت، او خرجت ورجعت لعبت ماتش يعني. ايوه فربما يفعل ذلك مع النادي الاهلي يلعبوا اثيوبيا ويخرجوا. هي المبدا في الخروج، انا قصدي المبدا في الخروج. انت بتتكلم بشكل عام، هو خاطئ على اي حاجه بشكل عام، هو اللي فتح ده. يعني هذه نقطه مهمه جدا عامله جدل، انت ليه سمحت ودلوقتي مش عارف تسمح؟ طيب ده كلام مهم جدا من الكابتن ضياء السيد، لانه عاش هذه التجربه وصدفته هذه الظروف. استاذ نبيل، المشكله ايه سببها؟ المشكله واضحه جدا. عندما تغيب القواعد واللوائح المنضبطه شيء، ويبقى ويحل الهوى وحسب الظرف وحسب الرغبه، شيء طبيعي ان تحصل مشكله. انا طبعا مصر اولا، على الاهلي وعلى كل انديه مصر، علم مصر يفوق اي علم في هذا. ولا محتاجه اولا، ولا محتاجه اولا ولا انا بس بتكلم، ملهاش تاني. اما انت جيت وقلت ان ممكن اسمح وما اسمحش واسيب ومش عارف ايه وحصل ايه، وحصل مرتين مش مره بالمناسبه، منهم مباراه وديه مش مباراه رسميه. فانت جاي في مباراه رسميه تقول لا. طب بناء على لا، بناء على ايه؟ طب انت اللي وضعت القاعده، القاعده التي انت وضعتها لا تستطيع ان تلغيها وقت ما تريد، يعني ما تحطهاش وقت ما تريد وتلغيها وقت ما تريد، لان احنا واجب نتبع نظام الاتحاد الكرة، ده بيدير اللعبة أو بيدير المنظومة كلها، عنده هو مسؤول عن المنتخبات القومية بالدرجة الأولى، أن في رابطة بتدير المسابقة، وبالتالي عندما تضع قاعدة تطبق كاملة، ولا يأتي في أي لحظة تقول لا أصل معلش أنا مش هطبقها المرة دي أو هطبق المرة دي، ولا نبقى لا مؤاخذة، دي مش مؤسسة، احنا بنهزر بقى. أنت حطيت القاعدة، أنت عليك، أنت وأنت اللي كسرتها. ما تجيش بقى تقول اصل بيحصل ما بيحصلش، ده كلام فارغ وملوش اي معنى. وبغض النظر عن ان المباراه اصلا احنا خلاص تاهلنا ومش محتاجين نقطع او محتاجين نقطع، انت حطيت قاعده خلاص، انا بقى من حق ان استفيد من القاعده دي. ما تجيش تقول لي ما تستفدش منها. اتس كلير، مساله واضحه جدا. هما بقى عايزين يعملوا ازمه، لأن للأسف إن أعضاء اتحاد الكرة الذين ينتمي بعضهم للأندية يمثلون أندياتهم ولا يمثلون منتخب مصر ولا يمثلون مصر، فإذا جاء لمصلحة ناديهم أهلا وسهلا، وإذا جاءت لمصلحة نادي آخر فليذهب هذا النادي إلى الجحيم.
ده لا مؤاخذة، ده شغل مصاطب مش شغل نظام يعني. استاذ عصام، استاذ نبيل تقريبا بيشاور على حازم امام. ما هو تقريبا لانه هو عضو مجلس الاداره المشرف على المنتخب طبعا، بس واللي كان صاحب دور في خروج لعيبه الزمالك. بس ظلم المصاطب، لا المصطبة ليها قواعد، يقعد واحد كده يقول كلام يمشي على الكل. تصدق انت لكن حازم امام يعني انت رايح تتكلم فيه وبعدين تخلع، ويعني مشهد مش حلو ولا ليق. انت حازم يعني محمد يحيى الحرية امام وحط لها حازم، ايه ده وليه؟ ايه يعني ايه اللي انت عاوز توصل له؟ يعني ان جمهور الزمالك يحبك؟ جمهور الزمالك مش عارف يحبك ولا ما يحبكش، لان انت برضه ما بتشتغلش الا حازم. يعني حتى وانت بتحاول تنجد الزمالك هو شبه انقاذ الزمالك. انتوا فين من الزمالك واللي حاصل له؟ كل الحكايه من نكفه الاخر، يعني هو ده دليل الحب؟ انت فين من الراجل وانت عمال تكلمنا عن الطموح انت والفرقه؟ ومن حقكم يا عم تبقوا جيل يديروا الكوره، ما احنا كنا مع اجيال اداره الكوره. لكن يا اخي بالمظبوط، انت فين من مدير فني ما يعرفش اصلا الانديه اللي هتلعب من مع منتخبها لاعبتها ماتش رسمي بدات اعداد ولا لا؟ كل لاعب عنده مخزون قد ايه هيلعب الماتش كله ولا حته منه ولا مش عارف ايه؟ وتكلمونا بس بسبعة تولسن، وتشتغلوا في 100 استوديو و100 برلمان و100 دكان، وفي الاخر اللي يتكلم يقول لك عيب ما يصحش ينفع كده وتيجي منك انت يا عم. هو انتوا بس الوطنيه دي بتستدعوها وقت ما ثم ايه دخل الوطنيه في نادي بيشتغل معلش يا ابراهيم بعرق لعيبته ورؤى ادارته اللي هو لا بيكلف الدوله ولا مديون لحد، وبالتالي لابد ان يعمل. سيبك بقى من الجماهيريه وان الاهلي يجب ان يسعد جماهيره، الاهلي يجب ان يكسب اموال يدير بيها عشان يدفع المايه والنور والغاز والضرايب وكفه شيء، ويسعد ويسعد الجماهير ويثري مشروع الدوله في الانماء بخمس ست فروع اوضتين وصاله. يا عم انت وهو لكن اعملوا بس انتوا فسحه حتى. لكن ده اللي بيحصل لا يجوز. من نجم كروي الناس كانت حطته في حته تانية اسمه حازم امام، لا يجوز. عليك ان تعود وفورا، وبمنطق كره القدم العالميه عليك ان تعي ان مباراه وديه لا تحتاج ابدا، والا يبقى لا في سردباكات ولا باكات رايد في مصر ولا اي حاجه. ودي حاجه ما تفرحنيش كاهلاوي ان كل المخزون ده عند الاهلي بس، لا يا اخ حرام عليك، هناك اخرين. طيب ده حاجه، والحياة اللي خرج علينا بيه كابتن احمد حسام ميدو ده حاجه تانية خالص. لانه لما يكتب ميدو ولا حتى مارسيليا انه يساوم المنتخب بلاعبته، واي حد يطلع في الاعلام يقول غير كده يبقى ضلالي. الاولويه المنتخب مصر لانه مصر فوق الجميع. هنا يا جماعه والنبي عشان نوزن صح بقى، مصر ما ينفعش تتقال اولا عشان يجي ثانيا الاهلي او الزمالك. مصر لا تقارن ولا تحتاج تعد بعديها، مصر ما تعدش بعديها، لا تقارن ولا يجب انها تكون موجوده في جمله مع اي نادي فيها، حتى بقيمه وعراقه وعظمه ودور ومكانه النادي الاهلي. احنا بنتكلم على الوطن، فالوطن ده بره الحسابات دي خالص، لا يجب لا مقارنه اي حد بيه ولا يجب طرحه اصلا في العداد ده، ده مبدئيا. لكن هو مين الضلال يا ميدو؟ اللي حصل قدامه الواقع على فكره ما تكلمش وقتها. لو عايز تعرف الضلالي ارجع انت بنفسك افتكر في نفس الواقع المشابهه لما كان الزمالك اللي واخد لاعبته كان رايك ايه؟ في 2014 كابتن شوقي غريب كان ماسك المنتخب، فكتب ميدو: اشكرك شوقي غريب على تفهمه موقفنا واستبعاده للاعب الزمالك من مباراة البوسنة، حاولنا من ناحيتنا مساعدة المنتخب بتقديم مباراة الذهاب وكان مكمل قبل كده. يعني لما كان الكابتن شوقي غريب يسيب لاعيبة الزمالك ما ياخدهمش لمباراة البوسنة عشان مجهدين أو غيره، يبقى ده كان حلو قوي، دي كانت وطنية بجد، دي كانت وطنية ومش ناس ضلالية. الضلال إن النادي الأهلي دافع عن حقه وانه يقول ان لاعبته محتاجها، وانه كان لازم أن يحصل تنسيق مع مستر روي فيتوريا، لانه لما حصل تنسيق من خلال صديقك حازم امام مع نفس الراجل روي فيتوريا، وقتها لاعبه الزمالك خرجت من المعسكر. ولما حصل
تنسيق بين فيتوريا وفيريرا وقت ما كان ماسك الزمالك، طلعت المواقع تقول لك جاء استبعاد لاعب الزمالك باتفاق بين روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة وفيريرا مدرب المنتخب لحصول اللاعبين على قسط وافر من الراحة. ده سابهم ما خدهمش عشان يريحوا، لمجرد ان حازم عمل الكونكشن ما بين فيريرا وفيتوريا. ويرتبط فريق الزمالك بخوض مباراة كاس السوبر المصري السعودي اللي هي كاس لوسيل امام الهلال السعودي اللي كان متحدد لها 9 سبتمبر في ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، إضافة إلى خوضه دور الـ 64 في دوري أبطال أفريقيا. يعني مباراة ودية على كاس لوسيل ودور الـ 64 في دوري الأبطال، دي كانت مهمة كبيرة جدا الزمالك يحتاج أنه يشكر فيتوريا عليها. ومرتضى منصور وقتها طلع في الإعلام شكر حازم إمام على أنه لعب هذا الدور الوسيط. ساعتها دي كانت وطنية ميدو، ما كانش الإعلام ضلالي، كان الإعلام وطني ومحب ومساند وداعم وكل حاجة. لكن لما الإعلام وواحد زي مدرب المنتخب السابق كابتن ضياء السيد يتكلم على غياب التنسيق وإنه النادي الأهلي ما حدش لعب له دور الوسيط، الزمالك عنده مندوب في اتحاد الكورة، الزمالك عنده مندوب في اتحاد الكورة اسمه حازم إمام، إسماعيل يوسف يطلع يشكره لأنه نجح في انه يسجل لعيبه ناشئين للزمالك حتى مع وقف القيد، وقال لك باذل مجهود كبير. وانا ما اعرفش لا المفروض خالد الدرندلي هو مندوب النادي الاهلي ولا حازم امام مندوب الزمالك، الناس دي انتخبتهم جمعيه عموميه او المفروض كده عشان يديروا الكره في مصر بين الجميع، مش ان حازم يبقى مندوب 100 عقبه في الجبلايه، غير كده مفيش حاجه تحصل. واي حد يتكلم على حق مشروع للنادي الاهلي قبل ما يلعب مباراه مهمه على كاس السوبر يبقى ده اعلام ضلالي. اعلام ايه اللي انتوا بتتكلموا عليه؟ اعلام ايه بجد؟ وانتوا فاهمين انه لو تم وضع اكواد اعلاميه حقيقيه حضراتكم هتشتغلوا الشغلانه ديت؟ لو بنتكلم على اكواد مهنيه حقيقيه كان ده هيبقى الوضع. علشان النادي الاهلي يا استاذ نبيل يتعرض لهذا الموقف ويهدد بإيقاف لاعبته أو يبقى الإعلام ضلالي؟ في يعني في أزمة حقيقية، لأن في خلطة واضحة جدا ما بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. الخلطة دي موجودة أن في تضارب مصالح واضحة جدا في النظام العام بيسمح بيها في الاختيارات، ناس ممكن تبقى في الاعلام وفي جوه الاتحاد، ناس بتمارس مليون وظيفه وبرضه جوه الاتحاد. ده طبعا ده كلام لا اساس، ملوش نظير في اي مكان في العالم. المشكله كمان ان انت بتدير وانت عينك على جمهور الدرجه الثالثه، يعني مش عينك على مصلحه اللعبه ولا مصلحة الكرة المصرية ولا مصلحة الأندية المصرية مجتمع، لا انت بتخاطب جمهور الدرجة الثالثة اللي انت متوجه له. هو جمهور الدرجة الثالثة عايز منك ايه فانت بتتكلم معاه. وبالتالي هذا النوع من البشر في الحقيقة حتى لو لبس بدل القيادة او القادة وتقنع بوجوههم وبأزيائهم وبأشكالهم ولا يصلحون لقيادة أي شيء على الإطلاق، على الإطلاق، ولا حتى أنفسهم، ولا حتى أنفسهم. لكن ودي على فكرة واللي أنت حطيتك بصيت للأزمة ككل، للمؤسسة نفسها ككل، تكتشف أن معظم هذه القيادات، أنا آسف جدا ومع كأسماء أنا ماليش علاقة بهم كأشخاص، أنا بتكلم على وظائف بوظائف مؤداة وماليش علاقة بأسماء، لا أعرفهم ولا يعرفونني بالمناسبة، أنهم لا يصلحون لهذه الوظائف التي يدفعون إليها لأسباب أنا شخصيا ما أعرفهاش. يعني في حاجة غريبة جدا، أن ناس لا تصلح تزق في أماكن تدير، مطلوب منها أن تدير مؤسسات رياضية وغير رياضية في المجتمع، ودي الأزمة. حتى الناس بتشتغل في الإعلام بقت القدرة على إثارة الجدل
وإثارة النعرات وإثارة العصبية هي التي بقى المعيار التي تسمح لقناة إنها تعين مذيعا لا يصلح أن يكون مذيعا أو يتحدث أو يقود الرأي العام. هو أصلا محتاج حد يقوده، هو يصلح وإحنا لما بنعرفش في المذيع. هو أصلا ما ينفعش يقود نفسه يعني هو لا يصلح أن يقود نفسه فتفاجأ لا ده مطلوب أن يقود الرأي العام ويوجهه. فطبعا فتحصل حالة الفوضى اللي إحنا موجودين دي، ويتحدث عن الضلال أو الشفافية أو وهو لا يفهم ما معنى كلمة الضلال ولا معنى الشفافية ولا أي معنى من اللي بيكتبها أو يقولها. وطبعا أنا بتابع بعض حاجات كتيرة جدا من الحاجات دي، بقول جمهور المصري بصراحة ليه ربنا، ليه ربنا. استاذ عصام انت شايف التناقض الغريب والعجيب يفهم. لكن انا حتى يعني اذا اردت ان تتمثل يعني بشخصية فبقى يعني درسها شوية، يعني ما فيش حد يطلع شاعر سيفه كده ضلال انت وهو وبتاع يا عم، يعني خفها شوية والجمهور برضه هيحبك اللي انت يعني بتحاول. بس انت كلما كنت اكثر سخونة واكثر يعني اكثر خروجا، اقصد اكثر خروجا عن المألوف فانت ضامن الترند. لا لكن كده مشهد بايخ وهناك ذاكرة بتفتكر حاجات، ده انت كنت احيانا كده بتبقى رايح حتة تانية يا اخي يعني. لا وخلاص كان خلص، ما انا بقول كان رايح لكن خلاص الموضوع خلص. كنت في بعض الاحيان او كان في بعض الاحيان يا استاذ نبيل، لكن الفكرة كلها انا نفسي مرة حد يفعل الأزمات دي ما بين اللي هو تاريخي واللي هو إعلامجي وكذا وكابتن حازم، يفعلوا الأزمة يشتكوا الأهلي. يعني أنا نفسي الحاجات اللي عيني اللي بينشروها دي عشان جمهور الأهلي يتأثر. لك الحمد لله جمهور في كل طبقاته الاجتماعية مثقف، لأنه ابن زوايا في مؤسسة الأهلي بتفهم حتى البسيط منهم. يا أخي فعلها مرة كده، روح اشتكي، روح شوف الأهلي فلوسه منين، انتوا عارفين فلوسه منين، يلا قول يلا انتوا مش عارف جالكم مين، انتوا عملتوا كذا. فقالوا ازمه من دول، انتوا بتقولوا للناس كلام غث، مش هقول كذب، لانه بقى الناس ما بتشوفش الصوره. لما ابو الحاج انفنتين ورئيس الامم المتحده الكهربائيه بيسلم على الناس بتوع الاهلي، معقول دول يبقى الاهلي ضد الاهلي؟ والراجل الحاج متسبي وبيكرم الاهلي ويديله الحاجات والبطوله العربيه والامراء والملوك، ده اللي اسمه ملعب الامراء بجد. ده ملعب الأمراء الشرفاء اللي بيشتغلوا زي ما قلت لحضراتكم وللجمهور العظيم فعلا إنتاج، وكأنها بالفعل المؤسسات اللي بره اللي ليها أونر، بس الأونر هنا بالملايين اللي هو الجمهور. هكذا في الأهلي المعاصر منذ المايسترو رحمة الله قال إن هذا هو الملك الحقيقي، الجمهور الممول الرئيسي بالحب قبل الفلوس وبالمشاعر وبكل شيء. أنت النهاردة هو ده اللي بيمولك في عرق لاعبيك، جهد مؤسسه، رؤيه واستراتيجيات واستغلال العلم اللي هم بيفكروه. بالمناسبه انه الاهلي بيقول اي كلام وتنظير، وانه الاهلي يعني ايه بيبيع حقوق مكتوبه ومقروءه وحقوق على السوشيال وحقوق كذا. والله العظيم بيبيعها، ويا للاسى محدش بس عايز يجرح جمهوركم المسكين اللائع بينكم ده ويقول له ان 70% من شركاء الاهلي الاونرز ومجالس ادارات زملكاويه، لانه عايز يعمل انتشار لسلعته. ساعتها لا ليه دعوه باهلي ولا بزمالك، له دعوه بارقام يا حبيبي انت وهو، مش بخناق ومش عارف ايه وفرش الملايات. ما اكثر انك انت تقدر تطلع بده ياما، لكن في الاخر يبقى الاهلي في حته تانية. وده اللي انا بتمناه بجد، ان الملف اللي بيقعدوا يقولوا للناس ويرهقونا واحنا بنقول لهم اوعى تقلق انت المالك وانت حماه، انا عجبني قوي حكايه حماه دي، خليهم مره بس يحاولوا ينفذوا. اصل الاهلي هيجي له مش عارف ايه، الاهلي ستتم شكوه ايه وبتاع ايه، انت اصلا لا تملكوا من امركم رشدا، لانه اللي بتعملوه ده عيب. كل اللي قاهركم من الاهلي انه لا توجد على الجوانب الاخرى، ده اكثر من شاطئ بقى مش الشاطئ الاخر، مكسب واحد يا راجل يوحد الله. الا لما الاهلي بيبقى في عنفوانه فتلاقي المنتخب فيه 10 اهلي ويسالوا الكابتن حسن شحاته، مش هقول بقى خواجه ولا ده، نجم النجوم البيض والمصريين طبعا قبل، لانه راجل متفق عليه صحيح. باحترامه حسن شحاته حاجه عظيمه يعني، قيمه عظيمه طبعا، قيمه عظيمه يعني. وعشان كده ما اجمل انك تلاقي مثلا اعلام الاهلي هناك شخصيات متفق عليها ملوش دعوه بالشعار الاحمر معاها خالص، منها طبعا الكابتن حسن شحاته. الاهلي في عنفوانه هو اللي حتى الفرحه دي، ودي برضه بتزعلهم يا اخي.
ان الاهلي مثلا النهارده في 8 في المنتخب فخد امم افريقيا، يا واقعه ايه ده؟ طب نعمل ايه؟ نمشي؟ ما الجمهور كتير، مئات الملايين يا ابني انت وهو، طب مش هنقدر نمشي، حتى لو حبينا نمشي هنروح فين؟ قصدي في مشكله هنا، المشكله كذبه على الجماهير يا استاذ نبيل. لا هنا بقى مشكله. منتخب مصر ملك مصر، لما يكون في احترام للقواعد واللائحه جمهور مصر بيقف بالكامل ورا منتخبه. طب انت بتعمل مشكله ما بين المنتخب وانديه بسبب عدم التزامك بتطبيق اللوائح على الجميع، على الجميع، ايه اللي بيحصل؟ انك بتعمل شرخ في علاقه المنتخب بجماهيره. اوعى تفكر دي ده بقى لصالح مين؟ لا اوعى تفكر دي اتباطن بقى بعد اذن حضرتك. الجمهور مراد ها والامن براء، ان الجمهور مراد انه ما يروحش. أيوة، لان اصدقائهم انديه بلا جماهير هيودوها ازاي تلعب قدام 60,000 و70,000 بالظبط؟ لا لا ده مش هدف، هي حمايه للانديه مش خطير. امال انت ايه اللي مخليهم 11 و12 زي ما حضرتك كنت بتشتكي لي بره؟ 11 نادي بلا بدون انديه بدون جماهير، ايه ده يا استاذ نبيل؟ انا عندي 11 نادي في الدوري بدون جماهير، ايه يا استاذ نبيل؟ ممكن حد في الجهاز اللي بيطلع يقول له استثمار يا جدع، ما تسيبوا الناس تستثمر يا جدع، راس ماليه ايه وطنيه ايه؟ اين المدخول؟ ده داخله منين؟ ده حتى الاشقاء هو جبنا الاستاذ علي قال لك ان شاء الله عندهم على اللونج واي الحقيقه برضو فرص، عندهم مالتي انترناشونال كومباني هتدفع اعلانات، لا لا وانديه ليها جماهير. لكن انت هنا يا استاذ نبيل، هنا هذه الانديه من الذي يمولها؟ طب ماشي ده ملف تاني، مين بقى اللي يقدر يواجه الترسانه مش الاهلي والزمالك وكذا بجمهوره؟ ده مشروع خطير جدا طبعا. المراد ألا تكون هناك جماهير والمنتج ما يتباعش، يصدر منه أحيانا كلاسيكو ولا حاجة. أنا بقولك أنا عندي 11 أخرى. نادي هيلعبوا بعض، ما تقدرش تجمع لهم 10 جماهير، 10 ما بقولكش يعني ما بقولكش 1000، أفضل لهم يسكتوا أحسن. أنا عندي 11 نادي في الدوري المصري في جاي ده، أما يجي يلعبوا بعض هيبقوا زي الأصلع. يبقى هو يا أصلع العاري، فرق صلعاب هو ده اللي هو عايزه، ده انكريدبل يعني. ما هو ده لصالح مين؟ ده لصالحه هو، اي دوري ده؟ ما هو البيزنس هيبقى مضاربه على اسعار لاعبين وبس بالظبط، ولا غلينا اسعار اللاعبين الفاضي بس. طيب جماهير كتيره من بالذات الجاليه المصريه ورابطه مشجعي الاهلي في السعوديه دايما بيسالونا على طرح تذاكر مباراه الاهلي واتحاد العاصمه. مباراة مبدئيا اتحدد ميعاد ليها الساعة 9 مساء يوم 15، وطرح التذاكر منتصف الأسبوع المقبل إن شاء الله من خلال اللجنة المنظمة لهذه البطولة بالسعودية. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام تاني مهم. كل مكان تروح تلاقي جمهور النادي الاهلي بيرسم لوحه فنيه اندلت بتدل على الحب والعشق لقيمه كبيره هي قيمه النادي الاهلي. يعني منذ وصولنا لمطار فيينا جمهور النادي الاهلي في كل مكان مدى حبه ومدى ارتباطه بالنادي الاهلي، تقديرهم وحرصهم ان هم يكونوا متواجدين مع النادي الاهلي في كل مكان. معايا مجموعه طبعا من جماهير النادي الاهلي الموجوده هنا في النمسا، كتير جدا منهم جاي موجود من فيينا. خليني ارحب بيهم على شاشه قناه النادي الاهلي. برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي، وأعتقد دايما في أي مكان بنستنى نشوف ريحة النادي الأهلي، بنجري سريعا يعني دايما بندور على النادي الأهلي في كل مكان. طبعا دي حاجة مؤكدة، النادي الأهلي نادي كبير والجماهير بتاعته جماهير عريضة جدا، وحب الجماهير للنادي الأهلي ملوش وصف وملوش حدود، ومن حق النادي الأهلي إن احنا نجري وراه لو راح اخر الدنيا. اشكرك، عايز اروح لحضرتك وكابتن يونس، اخباره ايه؟ طبعا بيشجع النادي الاهلي. طبعا يونس اهلاوي من صغره وبيشجع النادي الاهلي وبيتفرج على كل الماتشات، ومبسوطين جدا ان النادي الاهلي هنا بيزورنا في النمسا، وان شاء الله يبقى بدايه انطلاقه جديده للموسم اللي نكسر فيه الدنيا كلها ان شاء الله، ونجيب كل البطولات ورقم واحد في افريقيا وان شاء الله رقم واحد في العالم باذن الله قريب. عايز اروح لحضرتك قول لي بقى انت جاي منين؟ انا جاي من فيينا. يعني ساعه ونص اعتقد. يعني ساعتين. ساعه ونص ساعتين.
مش كتير على النادي الاهلي؟ لا طبعا مش كتير، لو 5 6 ساعات 10 ساعات 15 ساعه مش كتير على النادي الاهلي بجد. ايه الرساله اللي حابب تقولها للاعبين؟ احنا السنه اللي فاتت واخدين 5 بطولات، السنه الجايه جمهور النادي الاهلي طبعا ما بيشبعش من البطولات، عايز تقول لهم ايه؟ انا اتمنى السنه دي ان شاء الله نضيف بطوله جديده للنادي الاهلي، وهي كاس العالم للانديه، حلم لاي اهلاوي ويكتب في التاريخ لاي لعيب. فانا اتمنى ان شاء الله للسنه دي نحققها وناخد حاجه جديده. احنا تقريبا خدنا جميع البطولات، فاحنا بنتمنى بجد ناخد حاجه جديده للنادي الاهلي باسم النادي الاهلي. عايزين تقولوا ايه للاعيبه النادي الاهلي؟ واخدين كل البطولات الموسم اللي فات، لكن عندنا تحديات كتير جدا الموسم اللي جاي. عايزين نقول ان احنا مبسوطين ان احنا شفناهم، احنا اول مره في حياتنا نشوفهم لايف قدامنا، واحنا فرحانين يعني قوي ومبسوطين. وبابا كان كمان معانا امبارح، احنا كلنا يعني بنحب الاهلي عشانه هو اللي عرفنا بيهم. عايز اروح لك بابا طبعا ودوره علمكم حب النادي الاهلي، واكيد انتوا هتعلموا ده اللي جاي. الرساله اللي عايزه تقولها لعيبه النادي الاهلي؟ اكيد شكرا ان انتوا نورتونا في النمسا، and stay strong، وخليكم زي ما انتوا، and yeah ان شاء الله يكسبوا على طول. يعني ده اكتر اللاعبين اللي بتحبيهم في لعيبه النادي الاهلي؟ رامي ربيع وامام عاشور. أكيد. مسؤولية إنك واخد 5 بطولات بتشيلك حمل اللي جاي، حابب تقول إيه للعيبة؟ أنا عايز بس أقول لهم اللي هم بيلعبوا كرة حلوة، يعني بركة لينا اللي ممكن نتفرج عليهم نتعلم منهم، أصلا أنا كمان بلعب في كرة نفسي، فلما بتفرج عليهم أنا بحس اللي هم بيلعبوا يعني لعبة حلوة قوي، وعايز ابقى زيهم طبعا. عايز اروح لحضرتك ويعني شايف تيشيرت النادي الاهلي ده ممضي من كل اللعيبه. طيب مين من اللعيبه اللي ما مضاش على التيشيرت لحد دلوقتي؟ يا يوسف علي معلول. انا حضرتك حريصه ان انت تكوني موجوده، جايه من فيينا جدا، واول مره اشوفهم لايف طبعا، وانا يعني اهلاويه ابا عن جد عن جد، واولادي اكتر مني كمان، فيعني انا مش مصدقه اصلا ان هم موجودين وشايفينهم لايف. اول مره تشوف لعبه النادي الاهلي وتقابل لعبه النادي الاهلي؟ اول مره اشوفهم، لان انا بقالي 35 سنه هنا في النمسا، فما بشوفهمش غير في التلفزيون طبعا، ما بيفوتناش ماتش. اتفرج على ماتشات الاهلي وفي النمسا ازاي؟ بتابعها ازاي والامور ديت؟ يعني دايما انت عارف حب النادي الاهلي، يعني احنا ورا النادي الاهلي في كل مكان. عايز اقول لحضرتك، واحنا اساسا انا عن نفسي مش متابع الدوري النمساوي، يمكن ابني يكون متابعه مع الاهلي، بس الاهلي رقم واحد يعني. انا متابع بس الاهلي، وبقول دايما يعني الحاجه الحلوه اللي طلعنا بيها من مصر الاهلي بصراحه. كلام كبير، خلي بالك من بابا، يعني اكيد بابا عارف ربي بقى، عشان مطلع شاب اهلاوي ان شاء الله يكون يعني نفتخر بيك. قول لي بقى، مين احب اللعيبه اللي انت بتحبهم في النادي الاهلي؟ والله يعني كل لعيبه الاهلي معزه واحده عندي، انا بحب اللعيبه كلها يعني، بس يعني ممكن كابتن محمود كهربا وكابتن حسين الشحات، يعني بحبهم جدا بصراحه. فرحان بقى بابا النهارده بيقول لك يلا بينا نروح نتفرج على النادي الاهلي؟ يعني انا اللي جبته النهارده، وقلت له يعني من ساعه ما الاهلي وصل النمسا هنا يعني قلت له لازم نيجي، ويعني من اول يوم كنت عايز اجي بصراحه. كلام مهم جدا من جماهير النادي الاهلي وافراد الجاليه المصريه، لو عايز فريق يفرحك بنسبه 90% او 90% تفضل فرحان. الجمله دي مهمه جدا، لازم تشجع النادي الاهلي. هتروح في اي مكان هتلاقي جمهور النادي الاهلي، هم السر، هم كلمه النجاح وكلمه السر في تاريخ النادي الاهلي. يعني ربنا يخلي لنا النادي الاهلي ويخلي لنا جمهور النادي الاهلي. زميل فاروق صلاح على التقرير ده، الحقيقه فاروق يعني عامل شغل هايل جدا، حياه عليه الاستاذ نبيل والاستاذ عصام. بس على ذكر جمهور الاهلي يا جماعه والشعبيه الكبيره للنادي الاهلي، رابطه الانديه لما حد زقهم ان هم يعملوا تصنيف او يعملوا تصويت جماهيري على اختيار الاحسن في الموسم اللي خلص، كل ما يحط حد في مركز، اولا هم صدروا على الناس انه بدا يحط لك 4 مثلا او 5 في المركز ده، يقول لك صوت على دول اختار منهم. مين اللي اختار لدول؟ فوصلت بيهم مره لما حطوا حراس المرمى لقوا الشناوي، راحوا حاطين سيرد الباك رايت لقوا محمد هاني، فبداوا يخافوا انه كله هيبقى اهلي. فاللجنه اللي عامله ده حطت في السيرد باكات 4 ما حطوش فيهم محمد عبد المنعم اللي هو احسن سيرد باك في مصر، اللي هو فيتوريا دلوقتي، اللي هو فيتوريا متخانق عليه، اغيثوني
فكانت النتيجة انه لحقوا نفسهم بسرعة. طب نزل باقة تانية، حط اربعة تانيين سردباكات حشو كده بس، حط فيهم عبد المنعم عشان يتداركوا ده، وفضلوا شغالين بالكلام ده لغاية لما وصلوا للجناح اليمين. انتوا متخيلين انه يحط اربعة لا فيهم حسين الشحات ولا بيرس تاو؟ ما تفهموش ازاي. أيوة، فتفتخ زينهم عشان يداروا على حسين الشحات، راحوا حاطينه في الليفت عشان يوسع مكان لزيزو. ليه؟ عشان بيحب، عشان جمهور النادي الاهلي بيحب تغيير المراكز. جمهور النادي الاهلي يا جماعه في الاختيار بتاع الافضل، التشكيل الافضل، ادى 8 مراكز من ال 11 للاعيبه النادي الاهلي. هو بعيدا عن انحيازات الجماهير، هو ده الاختيار الطبيعي، وهو ده المستوى اللي كان عليه الموسم ده، مع كل الاحترام لمجهودات بقيه اللعيبه. بس الشناوي احسن حارس مرمى، محمد هاني احسن باك رايت، علي معلول احسن باك ليفت، محمد عبد المنعم احسن سيرد باك، اتاخد معاه حسام عبد المجيد مدافع الزمالك، مروان عطيه في نص الملعب، اتاخد معاه محمد رضا بوبو لاعب في يوتشر اللي انتقل لبيراميدز، وطبعا اتاخد حسين الشحات في الشمال، واتاخد زيزو في اليمين، واتاخد محمد قفشه، واتاخد محمد شريف. اذا 8 من ال 11 اهلي، اضيف عليهم زيزو ورضا بوبو وحسام عبد المجيد. ده اختيار منطقي ولا انحياز جماهيري؟ يعني اولا لازم نؤمن ان الانحياز الجماهيري موجود، موجود ما فيش فيها هزار، ولا زي ما قلنا الجمهور هو اللي بيحدد. لكن ده يجمع ما بين الاثنين، ما بين الانحياز وبين المنطق. ودي من المصادفات السعيده في رايي، يعني ايوه، ان دي مصادفه سعيده ان يبقى عندك انحيازات الجماهير ليها منطق في كره القدم، يعني مش مجرد انا بحب ده فبختاره وخلاص. اما اجي اقول الشناوي، طب في كام واحد ممكن يختلف على الشناوي، او على الباك رايت، او على محمد عبد المنعم كسير دي باك، او على مروان عطيه اللي هو الراجل اللي جه في نص السيزون فتحول الى لاعب اساسي ولم يترك مباراه الا لظروف خارجه عن ارادته، يعني حاجه، ويبقى في اختيارات مدرب المنتخب باستمرار وموجود في المنتخب. طبعا بيرستاو خرج، وزيزو يستحق ان يكون موجود في الحقيقه، ان زيزو لاعب كبير ومحدش يقدر ينكر. صحيح. ينكر هذا. صحيح. على الاطلاق. ورضا بوبو لعيب كويس بالمناسبه، وانا اتفرجت عليه وهو لعيب، يعني عايز اقول ان اللعيبه اللي موجودين، حسام عبد المجيد كان دوره في المنتخب الاولمبي اعلى كتير من الزمالك، من دوره مع الزمالك في الحقيقه، يعني يعني هو مع الزمالك ما كانش الفوقان اللي ظهر عليه في الاولمبي، مع لا هو في الاولمبي قدم مستوى مختلف وجيد جدا في الحقيقه. طيب استاذ عصام، يعني الاستاذ نبيل اشار من شويه انه في بعض القنوات كل همها انك تقدم حد يثير الجدل او ياتي بالغريب. اه طبعا، المهم انه يقول حاجه ضد المنطق وضد الواقع وضد أيوة. الطبيعه وضد اي حاجه موجوده على الارض. في حاجتين دمهم خفيف. واحده في التصويت الجماهيري المعترف بيه طالما انت اللي اقريت، بس دي بتبين للتاريخي وغيره انه هو ده المسوق اللي لازم يروح له الراعي. بالاكثريه دي يا اخي، هي دي حاجه، حتى لو بره، لا ده المستهلك، عايز قلنا بالتعبير المباشر، ده المستهلك بس خلاص، ده الزبون. ادي واحده. الثانيه معلومه بقى، رفضوا ان يكون هناك تماس مع الفنيين، قال لك انتوا عايزين تسبوها كمان صبغه رسميه، اللي هو قالها ابراهيم انه ما الثمانيه تسعه دول الخبراء برضه هيختاروهم. ايوه، فقال لك لا بلا حكايه التماس مع فنيين. اما عن بتوع البرامج فهي خلاص بقى، ما هو انت عايز تروح مع الزبون، فاذا ما كنتش معاه تبقى ضده، فهي هي برضه. انت بتستفز الزبون يا بتمشي معاه. هو يعني لازم يقول لك على فكره، لازم يقول لك ربنا يخليك لي، لما يقول لك انت كذا كذا كذا، ما هو الترند شغال، اللي هو فكره الترند عن طريق الكراهيه، الترند عن طريق الكراهيه. بس على فكره يا جماعه، على ذكر موضوع الكراهيه يا جماعه، عيب فكره ان انت عايز تصدر للناس بره بالذات انطباع غير طبيعي غير صحيح ومفهوم ما هوش موجود، انه الناس كلها بتكره الاهلي وبره وجوه ما بيحبوش الاهلي، وروحوا شوفوا الناس ما بتحبكوش ليه،
انت وهو جبتوا الكلام ده منين؟ الكلام ده مش موجود الا في الادمغه المريضه بجد، لانه على ارض الواقع ده مش موجود. لو فتحنا المجال لشهادات تقدير واحترام من كتير جدا من الانديه العربيه مش هنكفي. والنجوم العالميين على فكره الراي الغريب ده قالوا الكابتن محمد عبد الله. محمد عبد الله الراجل جه من الاسماعيلي للنادي الاهلي، عمل تجربه كويسه جدا مع النادي الاهلي واستفاد وخد بطولات وبعد كده انتقل. لكنه الغريب جدا في كلامه عن الاهلي طرح كلام محتاج يترد عليه، نشوف. ده انت عمال تقول الاهلي محظوظ والاهلي بيكسب بالحكام والاهلي بيتجامل، عايز تقول ايه اكتر من كده؟ انت قلت كل الكلام ده على فكره قبل كده. لو جماهير نادي الزمالك بس هي اللي شايفه كده يبقى نادي الاهلي مظلوم. انما لما تبقى جماهير مصر بكل اطيافها بكل، اوعى تقول لي بقى جماهير الرجاء وجماهير الترجي وجماهير الهلال وجماهير المريخ ماليش دعوه، مع ان دول بيشتكوا يعني؟ برضه دول بيشتكوا والله. ولا عشان خاطر النادي الاهلي ناجح جدا فالكل طبيعي. غيران منه، كل عايز يعني ينال منه بهذه الحجج. هو مش هو مفيش حد ماشي على خط واحد طول العمر. ايوه يعني ليه الهجمه دي؟ يعني ليه دايما في هجوم على النادي الاهلي؟ حتى بقت من الانديه العربيه دلوقتي والانديه الافريقيه كل الناس دي بتشتكي دلوقتي. ولا انا تشتكي ولا من ايه؟ من مجاملات، من ظلم بين، من حاجات كتير بتبقى خارج. لصالح مين؟ لصالحه هو شخصيا. هو انا دلوقتي لصالح النادي الاهلي يعني؟ اه طبعا. اه وما ينفعش تتكلم عليه، لو اتكلمت عليه تبقى عدو. ده جمهور الاهلي كده؟ بالظبط. لو انت اتكلمت عن الاهلي تبقى عدو جمهور الاهلي. بالظبط، لو اتكلمت عليه انا عدوهم، وفعلا ده اللي بيحصل. اه انا عدوك عشان انا بقول الحقيقه والحقيقه بتزعلك. انما لو مشيت في ضلال او مشيت على هواك هبقى كده انا حبيبك. ده كلام على فكره يا جماعه في منتهى الخطوره، ومحدش يستهين بفكره ان الناس تسعى لتثبيت صوره غلط او تصدير مفاهيم مش موجوده. الغريبه جدا انه بيقول لك جماهير مصر بكل اطيافها، يقول لك على فكره مش جماهير الزمالك بس اللي هي بتكره الاهلي، ده جماهير مصر بكل أطياف. هي أنت لو شلت جماهير الزمالك هي فين بقيت أطيافها؟ ده احنا مقرين ومستقرين على أن أنت حسب كل قياسات الرأي العام نسبة تزيد عن 77% من الجماهير المصرية أهلوية على أقل تقدير، وفي بحوث أخرى قالت 82. هو مع شفرة خاصة، مع شفرة خاصة بنفسه نبيل يعني. قبل ما حضرتك هو معاه شفرة خاصة بيمشي بيها في الشارع، أي شارع، فالشفرة عمالة تزمله تقول له هذا أهلاوي، هذا غير أهلاوي يكره الأهلي، هذا غير أهلاوي يكره، فعمال فهو يبص في العداد فيلاقيه فيقول لك كل أطياف. اه يعني عايز أقول لك أنا عندي ملاحظتين أساسيتين. المذيع المستفز اللي هو المحرض، واضح جدا إن المذيع محرض وهو عمال يحط له فخاخ، وهو لأنه عايز يروح لدي ثقافته محدودة وعقليته محدودة، وبالتالي كان سهل جدا على انه يسقط في الفخ، او هو فهم المذيع عاوز ايه فيمشي في هذه السكه عشان يستضيفه مره واثنين وثلاثه واربعه يعني يدفع له يعني يفتح له المجال في هذه السكه. واضحه جدا منصوبه، وهو المشكله ان بيقول كلام غير منطقي وهو مش فاهم، يعني بيقول حاجات يمغي قياسها. يعني ما ينفعش تقول انطباعات عن حاجات لها قياسات علميه. يعني فكره شعبيه الجماهير او عداء الجماهير او كراهيه الجماهير او محبه الجماهير، ده كلام تبدو انه كلام عام. لا، ده الكلام ده ليه مقاييس علميه، مش كلام هاميوني. يعني ما اقدرش اقول ان مثلا مانشستر يونايتد جمهوره قد كده، او يعني على سبيل المثال المانيا الغربيه، مين اعلى جمهور في المانيا الغربيه؟ بايرن. لا مش البايرن، دورتموند رقم واحد، ثم وهامبورغ والبايرن. صح. طيب الالمان من عزموها ازاي؟ عرفوها ازاي؟ في مقاييس. صحيح. في مقاييس علميه. طيب انا عندي مشاكل ما بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي. اقدر اقول بتوع مانشستر سيتي يقول لك ايه؟ على او العكس.
يقول لك جماهير انجلترا تكره مانشستر، طب مانشستر يقول لك جماهير انجلترا تكره مانشستر يونايتد على اساس ان هو من جمهور. طيب يعني عايز اقول لك كلام غبي بمعنى كلمه غبي لا يخضع لاي منطق علمي. طبعا انا عندي المشكله هنا اعلاميه، يعني كيف يسمح لمذيع في قناه فضائيه اسئلته تحريضيه على الكراهيه، تحض على الكراهيه وتحض على استفزاز الناس وليس فكره مفهوم يعني. اقول لك انا عايز اقول لك حاجه، معلومه بسيطه جدا. سنه 1900 في يناير 70 لما مصر كلها راحت استاد القاهره تشجع الاسماعيلي، هي مصر كلها كانت اسماعيلاويه؟ ده طب طب ليه كانوا راحوا ولا الاسماعيلي عنده 100,000 متفرج؟ ولا الاسماعيلي كلها فيها 100,000 متفرج ولا الان ولا الان 100,000 متفرج؟ الاسماعيلي ما يملكش الان احنا ليه رحنا؟ انا على فكره انا كنت في الاستاد في هذه المباراه. انا ليه رحت اشجع الاسماعيلي؟ لانه يمثل مصر. مصر مصر بتلعب يعني بطوله جديده واول يعني عايز مره. هذه مفاهيم، اقصد ان دي مفاهيم قيم رياضيه كنا نؤمن بيها واحنا عيال صغيره. يعني كنا اهلاويه او زملكاويه او اسماعيلاويه كنا نؤمن بيها ورحنا اتفرجنا على الماتش. استاذ نبيل الايمان ده كان جاي من برضه اللي حضرتك قلته من قبل كده اللي هو الاعلام وقتها. الاعلام طبعا وكان مختلف. طيب دلوقتي اعلام مستفز يا جماعه، اما وانه الكلام عن العلاقات العربيه وصوره الاهلي لدى الاشقاء العرب يقول له كمان والسودان قياسا على ظرف حصل بين ماتش في ماتش الاهلي والهلال، وكلنا عارفين انه البيان الغاضب للهلال اتكتب فين ومين اللي كتبه، كله عارف ومين الشيطان اللي كان وراه، كانت معروفه. لكن لو عايزين تشوفوا مكانه الاهلي وصوره الاهلي لدى الاشقاء، خد على ذكر السودان، خد الكابتن هيثم كابو عضو مجلس اداره نادي المريخ بعد ما المريخ واجه الاهلي في منافسه افريقيه. واضحين لو ده نتكلم عن الانديه الافريقيه في افريقيا، احنا دايما نادي زي نادي الاهلي في مكانه بعيده طبعا. يعني احنا لو ده نتكلم في افريقيا بنتكلم عن انديه انت لازم يعني بنظره تحليليه بيواجه على الارقام يعني. والاحصاء والمؤسسيه والتسلسل والاراده. شوف يا يا استاذ محمد، الاهلي انا افتكر حبوا عشان يعني الاهلي نطلع من الاهلي هو بعيد اصلا في افريقيا. انت لو داير تجي بيجي بعده الترجي مثلا التونسي، خلينا نكون يعني اكثر وضوحا في الانديه. يعني الاهلي على المستوى الافريقي الاول، الزمالك لا مش هو الاول، هو بعيد من افريقيا اصلا بعيد يعني مع نفسه. الاهلي يعني لما تيجي التنافس في افريقيا حقيقه اللي بيقدم فيه والمستوى اللي بيقدم فيه الاهلي والنتائج اللي بيقدمها في كاس العالم للانديه والثقافه نفسها يعني ثقافه البطولات، مع العلم بانه انا بميل للزمالك يعني انا شخصيا. لكن انت بتتكلم لا انا عداله يعني، لكن انا بميل للزمالك. ممكن بعد كده تيجي كثير من الانديه اللي بيحصل في تصاعد ونزول يعني ما في ثابت، لكن حتى رغم انه طبعا المستوى انه ترجي مره بهذا، لكن بتشعر بانه فيه روح المؤسسة الأوروبية. يعني الآن بتحس بأنه المزال يعني هسه بتشعر بأنه الأهلي بعيد شوية من أفريقيا. ده الكلام للكابتن هيثم كابو عضو مجلس إدارة المريخ. طيب والأستاذ نبيل قال لك والتوانسة، وأعتقد لما تذكر تونس يذكر الكابتن طارق دياب قيصر الكرة التونسية والمحلل الكبير ووزير الرياضة السابق في تونس، أعتقد رأيه عن الأهلي ربما يكون مهم يا كابتن منك له. طبيعي، هو ريال مدريد أفريقيا، لا ننسى أن نادي الأهلي أولا قبل ما يكون نادي مؤسسة كبيرة ومدرسة كروية وتاريخ عريق ليس بكرة القدم، في الرياضات الكل المصرية، ولهذا فريق احتذى به، فريق قدوة بالنسبة للفرق الكل العربية والإفريقية. التتويجات هذه ما جاتش من الصدفة، التتويجات هذه جات من عمل كبير ومتواصل بين الأجيال، والتواصل بين الأجيال مش سهل لأن هناك تعاقب المسؤولين والرؤساء، هناك تعاقب اللاعبين. ورغم هذا الأهلي ما زال مسيطر على الكرة العربية وخصوصا الكرة الإفريقية، وهذا ليس بالسهل، مش عمل متاع يوم أو يومين، عمل متاع سنين.
لان انا اقول نادي الاهلي احنا خلطنا على رئيس صالح سليم، يعني صالح سليم من افضل الرؤساء اللي عاشرناه. يقولوا افضل رئيس كابتن طارق، يقولوا افضل رئيس في تاريخ النادي الاهلي. صحيح، هو وبدأ بالحال زملائه قبل الرئيس هذا انه قدموا خدمات كبيره للنادي الاهلي ووضعوا الفريق هذا على السكه، واليوم ما زالوا الرؤساء الكل ماشيين على السكه هذه، لان قارئة الطريق حضروها ناس خدموا الفريق هذا وناس عطاوا للفريق هذا، واذا وصل الفريق هذا الى المستوى هذا لان هناك عمل قاعدي والفريق هذا بني على اسس صحيحه، والفريق لما يبنى على اسس صحيحه ما تخافش عليه. لهذا الفريق انا اقول فريق عريق، فريق مدرسه، مؤسسه كبيره كما اقول اكبر من فريق كره قدم، ولهذا نقول فخر الكره المصريه النادي الاهلي. لما تقول الكره المصريه تقول النادي الاهلي وهو ريال مدريد افريقيا، اعتقد الكلام واضح يا استاذ نبيل. ما في انا يعني ما انا بقول لك هو شخص جاهل بيتحدث على عما لا يعرف، وهو مشكله ان عدد كبير حتى يعني للاسف ان الثقافه المحدوده بتخلي الرؤيه انطباعيه لا تعتمد على اي معرفه، وبالتالي اللي بيخطر في بالك بتقوله كده عفو الخاطر وتتصور انه حقيقه، لكن دي طبعا مش حقيقه. انا عايز اقول لك يعني انا طبعا الواحد ممكن يجيب ملايين الفيديوهات على فكره، مش طرد، من العراق، من الاردن، من لبنان، من السعوديه، من الكويت، من الامارات. طيب انت ذكرت حته الثقافه والجهل، وهي دي الجهل، دي مشكله بجد، افه الاعلام الرياضي حاليا في الوشوش اللي انتوا بتشوفوها كميه الجهل الحقيقيه اللي بتتدفق. وعلى فكره يا جماعه الفرق حتى في مستوى الاداء اللغوي بيننا وبين العالم العربي بره الامر مخجل لينا بجد. اسمعوا التونسي علي السليتي وهو يتحدث، السليتي وهو يتحدث عن الاهلي شيخ الحروب وكهلها. اسمعوا. والله شوف، فما بيت بتاع الشعر يمكن يقول والخيل تعلم والفوارس انني شيخ الحروب وكهلها وفتاها. الله. اول حاجه تحكي على اذايا ابلغ ما سمعت في وصف الاهلي. اذايا ابلغ ما سمعت من الشارع المصري في وصف الاهلي. خويا انت تحكي على 11، ولو انه شوف انا كي نقول لك انا الاهلي المصري، ولو انه سنا ما كانش كان قريب من الخروج، كان قريب لانه البدايات نتاعو ما كانتش باهيه. علاش؟ انا يحسب هذا يحسب للاداره، الاداره وحسن التاطير وحسن التدبير. الاهلي ما عندهاش الافكتيف اللي يخولها باش تبان بالقوه اللي هي تكون اقوى من اي جمعيه واضحه المعالم باش هي تنجم في طريق مفتوح للتشامبيونز ليج. لكن الاداره نتاعها كانت فما تذبذبات في الملاعبيه وفماش في لي روندمون، جابت طبيب نفسي باش شافت اللي النقائص هي في الامور النفسيه، جاب طبيب نفسي، رجع الجوارات للاطار نتاعهم، كيما نقولوا نحن الجوارات نتاعهم تحولوا. استاذ عصام يعني الكلام واضح، قال لك الاهلي الاداره شافت ان الفريق متذبذب، عارفه جدة الصواب فين؟ طبعا لان هو طارق دياب سبق السليتي كجيل كمان وكاكثر خبره لما قال وضعت، واحنا يمكن دايما في اجيالنا بنقول انه الاهلي المعاصر كابتن صالح سليم بقى رحمه الله لما حمل مشعل يعني التتش العظيم اللي لم يضبط لا مدير ولا رئيس، وبالتالي الراجل قال خلاص هذا الرجل دعم وجود الاهلي منذ تولى وجاءت بعد كده الاجيال تحمل نفس الجينات يعني، وبالتالي خلاص انت عارف الدروبات بتحصل امتى مع فترات يعني مخاض الولادة ما قبل الولادة يعني، وتجتاز العثرة لانك عارف يعني زي ما أستاذ نبيل قال ضمن المعالجات معالجة علمية يعني ضمن المعالجات، لان انت عارف بتمر بفترات نمو ثم ما هو شيخه الايه شيخ الحروب وكهلها وفتاها يعني في الاخر الكبير والصغير والشاب وكله هو الاهلي بالظبط، كل المراحل
بتمر، وبالتالي ما هو ده اللي مزعج يا استاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم احنا عمالين ندور هم ازاي عمالين ينقصوا بالهلال الاهلي، وهم اللي بيصرخوا من الجماهيريه لما بيبقى استفتاء جماهيري. انتوا مين فيهم؟ صحيح يا اخوانا. طارق دياب قال لك الاهلي ريال مدريد افريقيا، لكن المغربي كريمو قال لك لا ده بايرن ميونخ. اسمع، عايز اعرف رايك في الاهلي بعبع افريقيا. اذا نتكلم عن الاهلي، الاهلي كنقولوا مين كتقول الاهلي؟ كتقول فريق، تقول في اوروبا تقول فريق بايرن ميونخ العرب، الدول العربيه نقول فريق الاهلي فريق قوي. الاهلي بايرن ميونخ العرب؟ وي، لان وي فريق عنده لاعبين، عنده اسم، عنده تاريخ، يحترم هذه كرة القدم، يحترم الفريق اللي كيوصل لنهائيات كأس تشامبيونز ليغ وفي البطولة المصرية في المستوى. هذو فرق يحترمون لأنها فرق أعطت الكثير للكرة العربية والكرة الإفريقية. احنا ملي كنكونوا لاعبين ضد هذا الفريق كنعرفوا معهم اللاعبين، كنعرفوا الخطة ديالهم، كنعرفوا اللاعبين ديالهم، كنعرفوا الإمكانيات ديالهم. ألوغ المغرب ما عندوش مشكلة على الفريق الأهلي، الأهلي بحال قلتي كلشي تيعرف هذا الفريق، كيفاش كيدير، كيفاش كيتعامل، كيفاش كيلعب، لا في عنده في البلد لا خارج البلد. طيب كلها مقارنات ما بين لا ده بايرن ميونخ العرب، في التأكيد على القيمة بتاعت الأهلي والبناء المؤسسي بتاعه. احنا بايرن ميونخ المكروه وريال مدريد المكروه وبايرن ميونخ المكروه. طيب يا جماعه هنجيب لكم مين تاني؟ يعني رحنا السودان ورحنا تونس ورحنا المغرب، نروح الجزائر، نروح الجزائر عشان نشوف الاستاذ عبد الحكيم سرار رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري بعد مواجهه الاهلي. يعني هو اتغلب من الاهلي بس اعتقد رايه مهم. نادي مفخره الامه العربيه يعني والافريقيه اذا استطعنا. نادي الاهلي ليس بالسيد عبد الحكيم سرار هو من يقدمه، كل العالم العربي يكن له الاحترام نظرا لما قدمه طيله السنين والسنين، ولم يفسد شيئا، ان الظهر لم يفسد ولا شيء في نادي الاهلي المصري. بقى النادي دائما، نادي الاهلي دائما متالق، ويبقى الاهلي كبير وكبير دائما. وأنا من محبين نادي الأهلي، يعني أقولها لك صراحة وليست لغة ديماغوجية، أنا من محبين نادي الأهلي. يعني نادي الأهلي يعني قيمة، يعني وزاد الأخ محمود الخطيب يعني فهمني نوعا ما في طريقة سير النادي، يعني شيء جميل وجميل جدا، هو في قمة الاحتراف. واليوم النادي الأهلي وصل يعني للاحتراف الأصلي، كما يقول لك الاصلي غير المقلد، يعني الاصلي لنوعه يعني يتماشى مع فكر المناصر تاع الاهلي والمناصر العربي ككل. يعني راح نزيدوا نشوفوا الاهلي في السنين القادمه دائما مفخره للكره العربيه. بصوا يا جماعه احنا مش بندور على شهادات تقدير للاهلي، لكن احنا بندلت ونشيل ونحذف ونتصدى لتصدير صوره غير حقيقيه عن الاهلي، خاصة لدى الأشقاء العرب، لأنه الأهلي الحقيقة تعرض لكتير من صور نمطية خادعة اتصدرت عبر وسائل إعلام معينة في عصور كتيرة سابقة عن الأهلي غير طبيعية، وبتسمعها أو بتشوف نتائجها في بعض الحالات، لكن ده كان مجرد إظهار جانب بسيط جدا من آراء كتيرة يا أستاذ نبيل تحمل هذا التقدير الكبير لنادي هو في الحقيقة الواجهة الحضارية للرياضة المصرية. وهو كمان التقدير ده حتى مش عربي بس، ده تقدير عالمي. أيوه. يعني هي يعني الأهلي يكاد يكون هو النادي الأكثر شهرة خارج حدود الوطن العربي كله في العالم. يعني سواء في أوروبا أو سواء في أمريكا اللاتينية أو سواء في آسيا. النادي يعني ما يعني أنت لو قلت الأهلي في أي حتة هتجد من يتحدث يتكلم معاك. لو ذكرت أندية أخرى هيسألك هو فين بيلعب، فين هو، مين هو، ليه هو، إمتى. يعني وبالتالي كيف نتحدث عن نادي بهذه القيمة، يعني بهذا الاستسهال والاستخفاف. يعني تتكلم عن نادي كبير جدا 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 أكتر مما خيالك يتصور. هو طبعا في جماهير ما بتحبش الأهلي، بتبص الصورة، وده حقيقة لسبب جوهري، أن حظها مع الأهلي دايما سيء.
شيء طبيعي انما بتتضايق منه انها تتضايق منه لان بيحرمها من اللحظه طول الوقت ما حظها سيء او جم او انديه تسبب الاهلي في هبوطه الى الدرجه الثانيه لاسباب حصلت عبر تاريخ كل... دي مساله طبيعيه طب دي نحلها ازاي دي ما لهاش حل ولا يقاس عليها ولا يقاس عليها يبقى ظرف ولا يقاس عليك وغير كده ان في حساسات ما بين جماهير في كل انحاء العالم وانديه بعض انديه بعضها يعني ما بين برشلونه وريال مدريد على سبيل انا رحت اخريم لكن في احترام لكن في احترام لا الاحترام ده موجود يعني بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد المدينه نفسها منقسمه ما بين ايفرتون وليفربول في لكن ما حدش بيشوه تاريخ ليفربول وايه يعني عشان لو انتم فاكرين ابراهيم سعيد لما عمل الشعر احمر فهو بيلعب في ايفرتون الدنيا خربت ازاي يعني عايز اقول في لان ده جزء من جماهير الكره لكن تصدير القرار دي حدود ثانيه يعني فكره يعني يمكن يعني لا يجوز ان حد يطلع في الاعلام يتحدث كجمهور الدرجه الثالثه الكاره او المتعصب لناديه دي كارثه علينا نتخلص منها من الاعلام يعني مش ممكن يا جماعه ان يتحول المذيع الى جمهور درجه ثالثه وكمان الضيوف جمهور درجه ثالثه مستحيل كيف نقود الراي العام طب وبعدين يا استاذ عصام لا وبعدين ايه تبقى الحاله هي مع مشاعل يعني فيها ضوء من النادي الاهلي والله العظيم بقسم اهو انه ده ما هو خيال ولا تكبير للنادي الاهلي لابد من اكثر من مشعل زي كده لانه في الاخر يا اخي تقيس معاهم الراي ازاي الوطن مليء بانديه الاهلي يا جماعه وليس فقط في خليجنا يعني العربي كناس بدات بعدنا ده في الجزائر اهلي بوعريج في السودان واهلي وادي مدني واهلي اعتقد تادي السودان فيها بتاع فيها 17 نادي خبر ابيض انا بقول لحضرتك ما بين يعني هذا الاسم وليبيا ودبي يعني وكله يعني حتى لو تذكرنا فزعيم خالد ذكر كمال عبد الناصر كم زاع الاسم حتى بين امراء وشيوخ مش بس يعني ناس بتوع الدول الرئاسية لكن أيضا لأنه نال زعامة نال شوية مفاهيم نال شوية حاجات كويسة يا أخي وكان دوره كما دور الأهلي بيوزعه على الآخرين أكم من أولاد الأهلي ذهبوا إلى هذا النادي أو ذاك النادي من أهلينا في الوطن كامل ما بكلمش عن مصر أصل مصر محلولة كل الصبيان دول في أقل تقدير واحتراما لمكان اللي احنا قاعدين فيه مش هنستعمل الفاظ لان هم صبيان يعني لا يليق الا انه فعلا تبقى المشاعل من اعلام زي اعلام النادي الاهلي اعلام مستنير استاذ نبيل حضرتك وزملاء اخرين الواحد بيفخر انهم اهل مهنه لابد ان تبقى على نورها ده ويبقى باصصها انه ان شاء الله ينتصر في الاخر على الظلمه دي ويبقى الشكر موصول يا استاذ نبيل شرفتنا واسعدتنا النهارده اهلا بيك واهلا بجمهور النادي الاهلي العظيم وجمهور الملك وكتابه شكرا لضيفينا الكبيرين الاستاذ نبيل عمر الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتوت وشكرا لحضراتكم دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في التاسعه مساء الاثنين القادم ان شاء الله اصبحوا على خير